مساء الخير عليكم، مساء الخير على كل المصريين. قبل ما نبدأ حلقتنا في البيت الكبير بقول لكل الناس كل سنة وانت طيبين، عيد أضحى سعيد على الأمة العربية كلها، عيد أضحى سعيد على كل الشعب المصري، ويا رب إن شاء الله تكون أيامنا كلها أعياد وكل الناس بصحة وسعادة وسلام. كل سنة وانت طيب يا سهام. وانت طيب يا كابتن هاني، عيد سعيد عليك وعليك وعلى كل الناس وعلى كل الأمة العربية طبعا والإسلامية وكل العالم. برحب بحضراتكم مرة تانية وحلقة جديدة في البيت الكبير، وقفة عرفات يوم المغفرة، العتكم من النار، أنا بسميهم الدعاء. يا رب كل من دعا دعوة ربنا يتقبلها منه. كل سنة وانتوا سعداء. احنا معاكم النهاردة في سهرة العيد وليلة العيد، ان شاء الله عندنا مفاجأة كبيرة جدا زي ما عودناكم في اخر الحلقة، لكن في البداية عندنا موضوعات كتيرة جدا سواء محليا او عالميا هنبدأها مع الكابتن هاني. طبعا زي ما تعودين طبعا في البيت الكبير عندنا اخبار كتيرة جدا، بنغطي كل الاخبار على الساحة الرياضية بشكل كبير جدا. الفقرة الثانية عندنا كمان اثنين ضيوف من العيار الثقيل، هنتكلم على ملف مهم جدا 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 وهو تغيير المدربين بصفة مستمرة في الدوري، ده برضو ملف هنتكلم فيه. وكمان عندنا نجم كبير زي ما انت قلت يا سهام، نجم من النجوم اللي انت وكل الأهلاوية بيحبوها، هيكون ان شاء الله في الفقرة الأخيرة معانا في البيت الكبير. نبدأ الأخبار؟ نبدأ. عايزين نبدأ أخبارنا النهاردة ان شاء الله مع طبعا النادي الأهلي. خبر مهم جدا جدا، بس قبل ما هتكلم على الخبر ده خليني اتكلم على نقطتين مهمين جدا، والنقطتين دول هتفسر حاجات كتير جدا جدا للخبر. النقطه الاولانيه كيف يتعامل النادي الاهلي وادارات النادي الاهلي على مر العصور مع اداره الازمات والمشاكل. ان النادي الاهلي في الفتره الاخيره قابله تحديات كتيره جدا وكلنا عارفينها. النادي الاهلي تعامل من خلال مبدا واحد وده اللي قلته، مبدا النادي الأهلي نادي المبادئ والأخلاق، وكمان النادي الأهلي نادي الوطنية. النادي الأهلي بيتعامل مع إدارة الأزمات بشكل حكيم جدا، بشكل احترافي وبشكل يليق باسم النادي الأهلي. التحديات اللي فاتت كلنا حسيناها وكلنا كنا متابعينها، أنا كنت واحد موجود في الشارع وكان في بعض الأصدقاء لا النادي الأهلي لازم يتكلم، النادي الأهلي لازم يقابل المشاكل بصوت عالي. مش ده النادي الأهلي، مش ده النادي الأهلي اللي بيقابل الصوت العالي بالصوت العالي. النادي الأهلي بيقابل الصوت العالي بصوت المنطق، بصوت الاحترام، بصوت القانون. وكمان عندنا النادي الأهلي بيتعامل بشكل مباشر جدا من خلال القنوات الشرعية، ودي النقطة اللي هتكلم فيها. علاقة النادي الأهلي بمؤسسات الدولة، علاقة النادي الأهلي من زمن الزمن معروف إن النادي الأهلي هو النادي الذي يحترم الدولة والذي يساند الدولة في جميع مراحلها، إذا كان على المستوى الرياضي وعلى المستوى السياسي والاقتصادي مر العصور، بداية من مجلس إدارة يتبعه مجلس إدارة. إن النادي الأهلي هو، وكان بيتقال زمان النادي الأهلي ده نادي الدولة، هو مش نادي الدولة عشان الدولة مميزة النادي الأهلي عن بقية الأندية، لا هو نادي الدولة عشان بيحترم الدولة، بيحترم قوانينها، ويحترم جزء كبير جدا 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 من جميع المسؤولين اللي فيها، فهو ده النادي الأهلي. قلت الكلام ده كله علشان الخبر اللي جاي ده، اعتقد خبر مهم جدا كلنا يعني النادي الاهلي الفتره اللي فاتت في مشاكل كتيره جدا جدا، وفي ردود افعال من النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي يا سهام وتحديات بشكل راقي وبشكل هادي جدا. عشان كده الاداره القانونيه يمكن في النادي الاهلي النهارده كان ليها بيان، البيان ده كان رقم 13. صحيح. والنهارده طبعا الكابتن محمود الخطيب كان يعني لفت او في بيانه للنائب العام النهارده، قال إن دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت، حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية، كان من المفترض أن تكون حماية لحقوق الشعب. وطبعا ده بيان مهم جدا زي ما قلت لك، بيدل على مدى رقي النادي الأهلي ومدى احترام إدارة النادي الأهلي للقانون. صحيح. وإن فعلا كل خطوة بيخدها مجلس الإدارة الحالي والسابق والأسبق كله بيتعامل من مبدأ واحد بس، هو مبدأ أساسيات وأخلاقيات النادي الأهلي، فده دايما ما بنخرجش عن الإطار.
الصوت العالي ما بينفعش معانا في الاعتبار، ودايما أكيد. ان شاء الله باذن الله دي السياسه اللي اتعلمناها ودي السياسه اللي هيمشي عليها النادي الاهلي. طيب بمناسبه عيد الاضحى كان ريني فايرل النهارده، طبعا لو كنا يعني الناس كلها تابعت الاخبار طبعا خاصه بالنادي الاهلي، انه فايلر منح اللعيبه راحه من التدريبات لمده 48 ساعه، هم دول يعني اول وتاني ايام العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين. الفريق هيرجع مره ثانيه علشان يتدرب يوم الاحد اللي جاي، بنستعد لمباراه ام بي يوم 9 ان شاء الله. وهاني طبعا كان يعني خلاص اخيرا ان اللعيبه اخذوا الراحه دي، انتوا دايما كنتوا متعودين اول تاني اول يوم العيد ثاني يوم صح ساعات كنتوا بتلعبوا يعني كده. الله يكون في عون اللعيبه، لان في اوقات كتيره جدا كان اللعيبه كمان ما بتقضيش الاعياد مع عائلتهم. عندنا معسكرات اذا كان في ارتباطات على مستوى الدوري على مستوى المنتخبات حصلت لك كتير صح؟ كتير كتير ويمكن جو كمان الاعياد في المنتخب او في النادي بيكون ليه طعم خاص، لكن طبعا ما فيش احسن من يكون مع اسرتك. وده اللي عمله فايلر، ان ادى 48 ساعه صحيح. راحه وان شاء الله الولاد يكونوا مع اسرهم بيقضوا العيد، وان شاء الله اجازه سعيده للناس كلها وخاصه لاعبي النادي الاهلي. طيب عندنا كمان خبر خاص بالجانب الفني. النهارده فايلر كان يعني بخلاف التدريبات اللي عملها مع اللعيبه كان في جلسه فنيه، وكان اجتمع مع عدد من اللعيبه، كان منهم اجاييه وكهربا قعد مع 10 دقائق. طبعا اكيد اتكلموا على البيت الكبير، طبعا هم الاثنين كانوا من احد الضيوف المنورين. وكان جيرالدو برضو كان في من ضمن الناس اللي اجتمع بيها فايلر علشان يعني حرص ان هم يديهم تعليمات مهمه جدا استعدادا زي ما قلنا لعوده الموسم، عوده الدوري مره ثانيه. برضو مهم جدا ان الناس تعرف ان مهم جدا الحاله النفسيه اللي بيتعامل بها فايلر مع اللعيبه، ده مهم جدا. ومن خلال لقاءاتنا ومن خلال احاديثنا مع اللعيبه والمداخلات التليفونيه، الكل اجمع ان فايلر بيتعامل بشكل مميز جدا جدا على المستوى الفني لكل لعيب، وده مهم جدا على المستوى الفني وعلى المستوى كمان انه بيدي الثقه للعيبه، وان اللعيبه كمان زي ما انتم دايما متعودين النادي الاهلي بيت واحد واسره واحده، وده مهم جدا ان فايلر من نوع المدرب اللي بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي جيد جدا. هو شخص يمكن معظم اللعيبه او جميع اللعيبه اجمعت عليه، اجمعت على شخصيه فايلر. طيب من فايلر هنروح عندنا برضو خبر عندنا خبر طبعا بعد فايلر عندنا خبر بالنسبه للاعبي حرس الحدود. يعني احنا بنتابع كل الانديه وبنتابع كل الناس، بنتابع كل الحالات بالنسبه للفيروس كورونا. ان شاء الله باذن الله اطمنا الحلقات اللي فاتت ان في حالات كتيره جدا جدا ما يتم التعافي عليها، لكن من الحاجات الانديه طبعا الموجوده كانت بتعاني فتره من الفترات نادي حرس الحدود. نادي حرس الحدود من الانديه القويه في الدوري. يمكن دلوقتي عندهم مدرب جديد محمد حليم مدير فني لفريق حرس الحدود، بيفكر في ضربه البدايه اكيد لاستئناف الدوري، وهو بيخوض اول تجاربه كمدير فني. احنا عرفنا ان الكابتن محمد حليم كان لعيب اساسي بعد وكان لعيب طبعا في الفريق قعد فتره طويله، لكن كان جه بعد انتقال الكابتن طارق العشري الى نادي المصري. بيقدم فتره اعداد اخيره اللي هيخوض فيها الفريق ان شاء الله في الاسكندريه بعض المباريات الوديه. احنا عارفين ان محمد حليم يعني زي ما قلت تولى القياده الفنيه حديثا، وحريص جدا جدا انه يتابع كل المشاكل اللعيبه وحالتهم الصحيه، وحرص ان على لعيبتهم كمان ان هم يخلي بالهم اجراءات احترازيه مهمه جدا، الوزن واللياقه البدنيه. صحيح. وهو طبعا يعني قدامه اختبار كبير، ويمكن دي اول تجربه بالنسبه له كمدير فني يا كابتن. طبيعي. وهو معانا على التليفون علشان نساله عن التجربه دي واستعداداته ليها، وهل هي عمليه ريسك بالنسبه لك ولا لا يا كابتن حليم؟ مساء الخير يا كابتن. ازيك؟ وعليكم السلام. طيبينك طيب كابتن هاني، طبعا كابتننا الكبير طبعا، واستاذ هام اهلا بيك. طيبين وعيد سعيد عليك ورب ان شاء الله. وعليك وعلى اسرتك يا رب. كل سنه وانت طيب يا حليم. بنقول لك اولا كل سنه وانت طيب، وثانيا مبروك طبعا المسؤوليه. اعتقد انها مسؤوليه انت اداء ودود، مسؤوليه صعبه، مسؤوليه حرس الحدود. انت قعدت سنين طويله كلاعب وكلاعب مميز في حرس الحدود. قول لنا ايه اخر التطورات بالنسبه لحاله اللاعبين، وكمان استعدادك انت الفني والبدني لاستئناف الدوري العام. طبعا يا كابتن هاني انت عارف مسؤوليه صعبه جدا جدا في ظل الظروف المحيطه بينا كلنا او بالكره العالميه كلها، مش في مصر بس. ظروف صعبه جدا، يعني فتره الاعداد قليله جدا. هدف مدرب كبير وعارف الفتره المميزه تبقى قد ايه،
بتبقى من حوالي من 9 ل 12 اسبوع. احنا طبعا ما كناش احنا كملناش 5 اسابيع، احنا 5 اسابيع لان احنا اول اسبوع جينا نبدا حصل عندنا حالات كورونا، حصل 4 حالات كورونا، فكنا في الملعب ساعتها فاضطرينا نوقف التدريب خالص، قطعنا اسبوع كامل، بعدين رجعنا اشتغلنا، ظهر برضه عندنا 3 4 حالات كمان، فشغالين بشكل كويس الحمد لله على قد ما نقدر. لعبنا ماتشات وديه حوالي 4 ماتشات وديه الحمد لله، النتائج كانت كويسه الحمد لله، بعد نادي سموحه تعادلنا 1-1، بعد نادي الاتحاد السكندري كسبنا 2-0، لعبنا نادي الجيش كسبنا 1-0، تعادلنا مع نادي طنطا، فالحمد لله الموضوع ماشي بشكل كويس، بس اعتقد الاصابات العضليه هتبقى كتير جدا. انت شايف شكل المنافسه ايه كابتن حليم لحرس الحدود بعد ما يستأنف الدوري؟ طب والله طبعا انت يعني المنافسه احنا عندنا دلوقتي 19 بونت من 17 ماتش، فموضوع لسه الدوري طويل يا حليم، يعني لسه طويل. اعتقد لسه عندك 17 مباراه يعني. باقي دور كامل طبعا، احنا بنحاول نجتهد فيهم على قد ما نقدر. انا شايف ان الظروف كلها، ظروف الفرقه كلها زي بعضها، كله تساوى دلوقتي، كله قاعد فاتت 4 شهور في البيت، اللعيبه كلها وكله متداوي، فاعتقد اللي هيعد نفسه بشكل كويس هو اللي هيظهر بشكل كويس في الدوري ان شاء الله، فاعتقد ان الظروف متساويه وان شاء الله يعني هنحاول نعمل حاجه كويسه ونحاول نكافح ونقاتل عشان نرجع اسم نادي حرس الحدود تاريخ مكانته المعروف بيها قبل كده ان شاء الله. اللياقه البدنيه والحفاظ على الاوزان زي ما قلنا في الخبر، هل فعلا ده انت راضي عنه وراضي عنه بنسبه كام في المية؟ والله طبعا انت عقليه لعيب الكوره طبعا حضرتك عارفاها مش زي اللعيب الاوروبي، اللعيب الاوروبيين طبعا والعالميين طبعا بياخدوا بالهم بشكل كبير جدا، بس اعتقد بنسبه 60 70% اللعيبه جايه محافظه على نفسها، لسه عندهم اكتر يعني، لسه في اكتر. طبعا بس احنا الحمد لله كنا شغالين مع اللعيبه فتره التوقف على برنامج زوم، كنا مع المعد البدني، كنا شغالين معاهم بشكل يومي. بعد حوالي اسبوعين من التوقف بدانا اشتغلنا معاهم فتره طويله جدا، في ناس طبعا كانت بتخش، ناس كتيره يعني نسبه 80% من اللعيبه كانت بتخش و20% ما بتخشوش، طبعا وقعنا عليهم عقوبات طبعا اللعيبه اللي ما كانتش بتحضر، فالحمد لله يعني اللعيبه كانت يعني نسبه كبيره راضي عنهم بنسبه 70 70% يعني بشكل كبير جدا بالنسبه للاوزان واللياقه البدنيه، واتمنى ان ما يحصلش اصابات عضليه كتير، شفنا اصابات عضليه في ماتشات وديه كتير حصلت، معظم الفرق اللي لعبت الماتشات الوديه حصل في اصابات عضليه، اتمنى ما يحصلش الكلام دوت، ان حتى حصل في نادي الزمالك ونادي الاهلي وعندنا حصل اصابات عضليه، كل الفرق حصل فيها اصابات عضليه، هتيجي القصه في فتره الاعداد، فنتمنى ان شاء الله ان الاصابات تقل ان شاء الله. طب انت اتكلمت على انت لعبت 4 مباريات وديه، عايز اعرف برضو منك انت وصلت لكام في المية؟ يعني احنا عارفين كمدربين او انت طبعا مدرب ولاعيب كبير عارف الفكره نفسها انك توصل لتوليفه جيده جدا لبدايه الدوري، وكمان عايزين نعرف انطلاقه او استعاده مسابقه الدوري او اللقاء حرس الحدود هيقابل مين؟ والله طبعا انا راضي بنسبه 50% والله حتى الان يعني 50. طب هتلحق تكمل ال 50 التانيين؟ لا طبعا عمري ما هوصل اول ماتش، طبعا مش هتوصل 100%، هدف عارف مش هنوصل لفين 100% خالص، احنا بنحاول قدامنا 10 ايام كمان ان شاء الله. عندنا عامل مباراه وديه اخيره ان شاء الله مع نادي الاتحاد يوم الاثنين الجاي ان شاء الله، يوم الاثنين الجاي مع نادي الاتحاد. نتمنى ان احنا نتمنى ان اللعيبه توصل يعني حوالي 75% على الاقل يعني 75% عشان خاطر تبقى اول مباراه داخلين بشكل كويس، انت حضرتك عارف ان احنا ما عندناش اعداد مميزه كافيه، ف يعني اعتقد 75 80% يبقى شكل كويس ان شاء الله للفرقه لو وصلوا ليه. وعندنا اول مباراه طبعا مباراه صعبه جدا جدا، خصوصا ان هي مع المدير الفني السابق للنادي حرس الحدود الكابتن طارق العشري، مع النادي المصري، هتبقى مباراه صعبه طبعا لانه عارف كل هو اللي جايب اللعيبه دي كابتن طارق، وعارف كل كبيره وصغيره عن اللعيبه، هنحاول يعني نغير الشكل شويه. انا الفتره اللي فاتت قعدت مجموعه من الناشئين احاول استعين بيهم، ناشئين مميزين من النادي، في حوالي 3 4 ناشئين مميزين في النادي ان شاء الله هيكونوا موجودين على الاقل 2 3 منهم في اول مباراه موجودين بيلعبوا، واتمنى ان التجربه تنجح ان شاء الله. كلنا نتمنى طبعا ان التجربه تنجح، لان احنا كمان هنتكلم وعندنا ملف كمان عن المدربين الشباب، صح يعني اعتقد ان شاء الله تكون مدير فني ناجح، انت لسه صغير في اول خطوه على راس الجهاز الفني لنادي حرس الحدود، نادي كبير، وان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق يا حليم ان شاء الله، اولا قيادتك ان شاء الله لحرس الحدود باذن الله، ونكسب كمان مدير فني شاب على اعلى مستوى ان شاء الله، بالتوفيق ليك وبالتوفيق لكل الفرق بس المصريه. بس عايزين نتاكد من عدد الاصابات من خلال حضرتك يا كابتن، فكرنا بعدد الاصابات، هل مع عوده الموسم مره ثانيه الصفوف هتكون مكتمله؟
هو اتهام يعني كان تبع ارتباط اللاعبين وواحد في الجهاز الاداري للفريق الفن الاداري، بس الحمد لله كلهم تعافوا الحمد لله بشكل كويس جدا. تمام. بس رجعوا لي متاخر طبعا، اللعيبه رجعت متاخر، ف يعني هم سبعه سته منهم مش موجودين معايا في بدايه الدوري، لان سبعه سته من اللعيبه الاساسيه يا حليم، ولا يعني انهم اربع لعيبه اساسيين يا كابتن هاني، اربع لعيبه اساسيين، خصوصا انا كان عندي في مكان واحد بس يا كابتن هاني ثلاث اصابات في مكان واحد. ده في كان في مركز واحد، لا يعني مركز عندك فيه ثلاث اصابات، كل اللي موجودين في طب هتتعامل ازاي مع القصه دي يا حليم واحنا خلاص يعني الدوري على الابواب؟ الله طبعا الله يكون في عونك، الموضوع صعب، لكن كمان لازم زي ما انت بتقول انت بتطلع بقى اولاد من الناشئين اللي تحت، اولاد النادي اللي ممكن يكون ليهم فرصه في الدوري، يعني ممكن نشوف لاعب ناشئ من حرس الحدود موجود في اول مباراه في الدوري الممتاز. غالبا ان شاء الله هيكون موجود لعيب موجود مواليد 2001 هيكون موجود في المكان اللي عندي فيه التقصير دوت، اللي هو كان مكان المساك، كان مستقبل المساك، كان عندي فيه ثلاث اصابات مؤثرين جدا وثلاث لعيبه بيلعبوا معايا في الملعب، وعندي واحد فيهم كمان الربع بتاعهم رباط صليبي، عامل رباط صليبي من ثلاث شهور. موضوع صعب جدا يا كابتن، انت عارف انت بتلاقي المساك بتلاقي كام واحد يعني هم تقيت اكتر حاجه بتقيت خمس مستكين اكتر حاجه، فانا دلوقتي ما عنديش غير مستكين اثنين مستكين بس الموجودين في الفرقه كلها، فاضطريت اطلع اثنين كمان من قطاع الناشئين، ان شاء الله واحد فيهم هيكون موجود في الملعب ان شاء الله في اول مباراه. لا ربنا معاك ان شاء الله، احنا ندعي لك. ربنا معاك. شكرا جزيلا ليك كابتن محمد حليم مدير الفني لحرس الحدود. خلينا بقى في اسكندريه، احنا عارفين حرس الحدود، نروح كابتن متالق النادي الاتحاد السكندري. طبعا خالد قمر النجم المتالق في صفوف الاتحاد السكندري جاله اكتر من عرض الفتره الاخيره، خالد عامل شغل كويس قوي في نادي الاتحاد، وزي ما بنقول كده موده عالي وبيأدي بشكل رائع مع الفريق، جاله بعض العروض الخليجيه والمحليه وتلقاها نادي الاتحاد وخاصه الكابتن طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد، ورفض تماما فكره رحيل اللاعب، خاصه ان طبعا احنا عارفين ان اللاعب من الاعمده الاساسيه لنادي الاتحاد، الجهاز الفني بيعتمد عليه بشكل مباشر، اللاعب بيحافظ على تركيزه مع الفريق الفتره اللي جايه ويواصل كمان تهديفه، ده اهداف نادي الاتحاد، نادي الاتحاد نادي كبير جدا جدا وعنده طموح انه يكون في المربع الذهبي، فان شاء الله كل التوفيق لجماهير الاتحاد السكندري اللي انا تشرفت وكنت في يوم من الايام موجود معاهم، والكابتن طلعت يوسف على اعلى مستوى، كل التوفيق لنادي الاتحاد وكل أندية الدوري الممتاز ان شاء الله. انا كمان معايا خبر كابتن هاني عن انبي طبعا اللي بيدربه الكابتن الكبير المخضرم حلمي طولان، طبعا يعني انت عارف اكيد انه انبي عايز يكون فريق قوي الموسم اللي جاي علشان يقدر ينافس بيه ويحقق من خلاله نتائج متميزه، فعشان كده يمكن هم عندهم لاعب واعد جدا في انبي اسمه مصطفى دويدار، ده كان راح لأسوان الفترة اللي فاتت أو في يناير الماضي تحديدا، اللاعب ما كدبش خبر تألق بشكل كبير جدا، ظهر مستواه بشكل كويس جدا أول لما أخذ الفرصة في أسوان. حلمي طولان النهاردة كابتن حلمي طولان بيفكر أنه يرجع اللاعب مرة تانية في نهاية الموسم علشان يستفيد منه أكتر ويستفيد من إمكانياته، خاصة وأنه لسه سنه 21 سنة، ولد صغير جدا طبعاً، ولد صغير بس متميز جدا، متميز عشان كمان بيلعب في أكتر من صحيح. مركز بيلعب مركز الظهير اليمين وكمان بيلعب مركز الجناح اليمين صحيح. فكلنا عارفين أن إنبي كمان بتولد نجوم كتير على مستوى عالي جدا والأسماء عندنا كتيرة جدا جدا، برضو نتمنى التوفيق لنادي انبي وناشئين نادي انبي، وده بيعود على انبي ويعود على الدوري، نشوف ولاد صغيرين في السن عندهم طموح عندهم حماسه، ده اكيد يعني طبعا منتخب والدوري بيعلى، احنا دايما بنزق الولاد الصغيرين طبعاً. وان شاء الله ده بقينا خلاص بقينا مركزين فيه يمكن لفتره الفتره دي ده مهم. احنا معانا الكابتن احمد كشري المدير الفني لاسوان، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيكي، اهلا بيكي، وكل سنه وانتم طيبين، وكابتن مصر حبيبي كابتن هاني احمد ازيك يا حبيبي وحشني جدا. اهلا بحضرتك وكل سنه وانت طيب. يا رب يخليك وانت بالصحه والسلامه، وعيد سعيد على كل الامه الانتخابيه وعلى النادي الاهلي وجماهيره ومصر كلها. طبعا زي ما باركنا الحليم بنبارك لك انت طبعا يا احمد على القياده الفنيه لنادي اسوان، اعتقد برضو المهمه مش سهله، لكن ان شاء الله انت اداه وقدود وانت عندك خبرات كتيرة جدا كلاعب مميز جدا وكمان كمدير فني، انت توليت المسؤولية بعد طبعا استقالة الكابتن مجدي عبد العاطي اللي اعتقد كان عامل شكل كويس، ولكن ان شاء الله بإذن الله كل طموح مجلس إدارة أسوان وجماهير أسوان
الجماهير المحبه لكوره اسوان عندها كمان طموح ان شاء الله المسيره تكمل، والهدف اعتقد ان هو البقاء في الدوري. اشرح لنا سريعا كده برضو ايه الاجراءات وايه المشاكل اللي بتقابلك خلال الفتره القصيره قبل ان شاء الله استئناف الدوري. اولا انا كابتن هاني طبعا يعني انا بشكر اداره نادي اسوان يعني على الثقه فيي. انا دربت نادي اسوان 3 سنين في الممتاز مع كابتن اسامه عرابي، كنت مدرب عام، وبعدين مسكت نصر التعديل في الدوري الممتاز وحققنا نتائج كبيره جدا، والنصر التعديل جزء من اسوان، فانا ليا يعني في اسوان يعني الحمد لله رصيد طبعا وباع معاهم فالحمد لله يعني ايه مش غريب عليهم يعني مش غريب عليهم، مش غريب عنهم لا، وعلى صحيح. الفريق ومعظم اللعيبه اللي موجوده دي فيهم لعيبه كتير لعبت معايا في الدوري الممتاز مع نصر التعديل، فدي يعني البدايه مع اسوان. لكن طبعا احنا الموقف بالنسبه لنا طبعا انت عارف موقف مش سهل يا كابتن، طبعا اكثر من 10 فرق بتطارع على الهبوط، وفيهم انديه كبيره واسماء كبيره، المحطه ودجله والجيش وانديه كبيره يعني، فالموقف صعب للجميع. لكن بس طبعا بس انت حققت نتائج كويسه في الماتشات الوديه. والله الحمد لله طبعا انا كابتن هاني طبعا مدرب كبير وعارف يعني برضو النتائج مش هي الاساس في المباريات الوديه، لكن في مؤشر بس دي مؤشر كنت لسه اقول في مؤشر كويس. احنا يمكن اخر 3 مباريات الانديه هي اللي بتتعادل معانا، وانديه كبيره بحجم الشبي والمقاولين في مباراتين يعني بنبقى احنا المتقدمين. حتى امبارح كنا بنلعب مباراه مع وادي دجله وكنا متقدمين على وادي بس دجلة. خسرت قدام دجله بثلاثه 3 ضربات جزاء كمان. والله انا مش عايز اتكلم في النتيجه هي كان نفس المباراه بتاع يعني المباراه احنا اتحسب علينا 3 ضربات جزاء عشان تبقى عارف. 3 ضربات جزاء 3 ضربات يعني الثلاث اهداف من 3 ضربات جزاء اتحسبوا عليكم. سجل منهم اثنين فطبعا انت عارف يعني كنا كسبانين، لكن احنا مش بنقول ان ضربات الجزاء ما اقدرش اتكلم على التحكيم، لكن قدمنا مباراه كبيره جدا، سجلنا هدفين وسجلنا هدف اتلغى، والمباراه يعني انت بتلعب فرقه وادي دجله واتفرج عليها مش فرقه محترمه جدا طبعا. فانا عن نفسي من احسن المباريات اللي عملناها او اشتغلنا فيها مباراه دجله امبارح، كانت مباراه كويسه قوي للفريق، استفدنا منها كتير، بلعب فرقه عندها سرعات، فرقه بتعرف تلعب كوره كويس، تحوز كويس، بتعرف تلعب في التلك الاخراني على اي فريق كويس، احنا قفلنا كل الخطوط عليهم. لكن طبعا انا قلت لك ان النتيجه فيها اهداف من ضربات جزاء يعني عكس كنا احنا الكسبانين، لكن انا شايف فريقي ماشي كويس، المعدل البدني بتاعنا الحمد لله من مباراه لمباراه بيزيد، فده اللي مخلينا الحمد لله يعني ايه في طمانينه شويه. لكن اتمنى ان البدايه دي تبقى موجوده في الدوري خاصه مع مباراه المقاصه اول مباراه لنا في الدوري ان شاء الله. طبعا ده على الجانب الفني، وانت اكيد ان شاء الله تظبط الحته دي بشكل كويس وانت مدرب كويس وان شاء الله تكون على قد المسؤوليه. لكن نروح للجانب الاداري، بعض المشاكل الاداريه اللي كان بتقابل نادي اسوان، عمليه الانتقال من اسوان الى القاهره، وانت عارف دلوقتي الدوري كمان هيبقى كل 3 ايام تقريبا، فالموضوع ده اتحل ازاي؟ وهل نادي اسوان هيستمر في اللعب على استاد اسوان ولا في حاجه جديده؟ لا والله كابتن هاني احنا طبعا كانت الامور صعبه ان احنا نلعب كل 3 ايام أو 4 ايام ماتش في ظل الظروف انت عارف جائحه كورونا خلت ان الطيران ما يبقاش منتظم بالشكل والكثافه اللي كان عليها في الاول، فاحنا بيبقى عندنا رحله حاليا في الوقت الحالي رحله ورحلتين بس في الاسبوع لاسوان. الاول كان في اليوم بيبقى في رحلتين ثلاثه، فطبعا هيبقى صعب علينا وعلى اي فريق ان هو يطلع وينزل في المباريات كل 3 ايام. فبالتالي اتحاد الكوره مع الاتفاق مع اتحاد الكوره ومشكورا وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف حسني دكتور اشرف صبحي قعدنا هنا في عسكرنا في مركز الاولمبي هنا وخدنا ملعب الشرطه اللي هو في العباسيه. كنت طلبت الاول ملعب بيترو سبورت عليه فريقين بيلعبوا عليه، وملعب اخر استقرينا على ملعب الشرطه بالعباسيه ان شاء الله هو ده هيبقى ملعبنا، واتبعت الجدول على كده ان احنا ان شاء الله هنلعب مبارياتنا، واول مباراه لينا اللي هي المباراه الثانيه مع اف سي مصر على ملعب اتحاد الشرطه بالعباسيه. ربنا يوفقكم يا كابتن احمد، شكرا بالتوفيق. جزيلا بالتوفيق يا احمد، شكرا. والتوفيق ليك ان شاء الله في مشوارك اللي جاي باذن الله. طيب عندنا خبر خاص بسموحه من انبي لسموحه، اتحاد انبي ان شاء الله نروح لسموحه. وطبعا نادي سموحه عنده لاعبين مميزين جدا وظهر بمستوى جيد، وخاصه اللاعب المهاجم حسام حسن. حسام حسن مهاجم الفريق جذب انظار طبعا الناس كلها،
بداية موسم ولا أروع، أحرز أهداف كتيرة جدا جدا، وعشان طبعا اللاعب متألق أكيد جاله بعض العروض الداخلية والخارجية، لكن أعتقد أن الكابتن حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة أكد وطلب من إدارة النادي أنه لو في حالة يعني انتقال حسام حسن إلى احد الانديه، اعتقد ان هو لازم يحضر، عمليه التحضير مهمه جدا لانه طالب لازم يامن نفسه، لازم علشان طبعا يعني بديل. اكيد وارد جدا ان العائد المادي يكون مناسب جدا لسموحه، وبالتالي كابتن حماده صدقي بيقول ان الميركاتو اللي جاي لازم ان شاء الله يكون فيه جاهز راس حربه على صحيح. مستوى عالي جدا جدا يليق كمان بمستوى نادي سموحه. طيب من سموحة بقى نروح للفيفا، في تطورات جديدة الحقيقة في أزمة اجتماعات أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مع مايكل لوابر المدعي العام السويسري. لوابر استقال من منصبه النهاردة، كانت السلطات السويسرية بتحقق معاه وأعلنت أنه في إجراءات جنائية هتشمله وهتشمل انفانتينو. ده طبعا مشكله كبيره جدا، دي كانت مشكله تواجه حصلت الفيفا. بالظبط في مايو اللي فات كان في بعض الناس قدمت على فساد الفيفا وقدمت دوت للمدعي للمدعي العام في سويسرا، واعتقد كان في مشكله حصلت ان انفانتينو راح قعد مع لابور، قعد معاه بصفته طبعا كرئيس للاتحاد الدولي والراجل قاعد مع حد متقدم شكوى ضده، فطبعا هناك ما بيفوتوش حاجه، فقال لك لا هذا الاجتماع اكيد دار فيه بعض أمور الحوارات فساد. يعني مش فساد، لكن يعني الامور وصلت لدرجه ان حتى استقال من منصبه اكيد، ودلوقتي في بيقولوا انه في مش محاكمه ولكن في استدعاء. احنا عارفين طبعا ملف فساد الفيفا كان كبير جدا جدا السنوات اللي فاتت، لكن زي ما بقول ان شاء الله باذن الله يعني خلينا نبعد عن المشاكل شويه، وخلينا ان شاء الله في الدوري المصري واللي جاي بالنسبه لمنتخبنا وكل ان شاء الله المسابقات اللي جايه. نروح هنشوف التحقيقات هتوصل على فين. لا كمان ان شاء الله خير، هنتابع معاكم يعني. هنروح لحاجه مهمه جدا طبعا، تشامبيونز ليج. برشلونه هيلاعب نابولي في المباراه القويه جدا جدا في ابطال اوروبا في دور ال 16. احنا عارفين ان الصحافه الفترات اللي فاتت خاصه الصحافه الاسبانيه بتتكلم ان الاتحاد الاوروبي لكره القدم بيتابع موقف كاتالونيا ده اللي بقع فيه طبعا اقليم اللي بقع فيه برشلونه، وان في مشاكل كتيره جدا، بدا انتشار العدوى بيزيد بشكل كبير جدا، وكان في احتمال نقل هذه المباراه من ملعب كامب نو معقل برشلونه، لكن الاتحاد الاوروبي طلب بشكل رسمي وسريع من وزاره الصحه في كاتالونيا ان هم يقولوا لهم ايه حاله الوباء والقرار النهائي حول هذه المباراه، هل سيتم تأجيل المباراة أو نقلها. ده اللي نشوفه الأسبوع اللي جاي في تقرير عن إدارة برشلونة اللي بتعمل أقصى جهد إن تكون هذه المباراة مباراة مهمة جدا جدا مع نابولي يكون موجود في كاتالونيا في الكامب نو، لأن عارفين إن الكلام دوت مهم جدا حتى على مستوى النفسي للعيبة، وإحنا يعني أعتقد خلاص في كلام تقريبا قبل ما ندخل على طول كان في أخبار إنه خلاص هيتلعب خلاص تم المباراة هتلعب في الكامب نو. طيب نروح بقى من اسبانيا لانجلترا، تحديدا نادي استون فيلا ليه محبين كتار قوي من الشعب طبعًا المصري طبعًا بسبب تريزيجيه والمحمدي. النهارده عين او اعلن تعيين مدير رياضي جديد لأستون فيلا طبعا الدنماركي يوهان لانج بعد البقاء رسميا في الدوري الانجليزي الممتاز. طبعا كان بشكل درامي طبعا، والنهايه يعني ما كانتش نهايه طبعا، هو استعاد مره ثانيه توازنه، لكن هو كانت نهايه سعيده جدا يمكن هم يعني الموضوع كان صعب جدا جدا وان استون فيلا كلنا كنا متابعين طبعا استون فيلا في اللحظات الاخيره في المباراه النهائيه، لكن عايز اقول ان استون فيلا طبعا بفضل كل الناس، لكن تريزيجيه كان ليه عامل مهم جدا 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 في بقاء استون فيلا في الدوري الانجليزي. يعني تريزيجيه في المباراه اللي قبل الاخيره احرز هدف امام الارسنال، كان هدف اعتقد بثلاث نقط مهمه جدا، وكمان عايزين يعملوا بقى استعاده هيكله بالنسبه لفريق استون فيلا. عارفين استون فيلا قرر عمل مراجعه لسياسه النادي لان النادي تعاقد في الفتره اللي فاتت انفق 118 مليون جنيه استرليني على ضم لعيبه جدد،
مبلغ كبير جدا طبعا. وكانت النتيجه الناس شايفه ان كانت النتيجه انه الصراع الصراع للحظه الاخيره، وانه الموسم كان هينتهي بشكل دراماتيكي، وان الناس بدات تقول صرفته كتير جدا جدا ومحققتوش نتيجه، لكن الحمد لله تريزيجيه انقذ الموقف هو والمحمدي. وزي ما بقول لك يا سهام، الناس كانت مبسوطه جدا جدا، لان كل الناس طبعا بتتكلم على محمد صلاح اللي ما فيش غبار عليه، لكن كمان ما ننساش تريزيجيه، ما ننساش حجازي بنقول له مبروك على وصول بروميتش للبريمير ليج تاني، ما ننساش المحمدي. كل ده ولادنا بيرفعوا راسنا بشكل كبير جدا جدا في اقوى الدوريات العالميه. كل التحيه لكل الناس الانجليزيه، وخاصه طبعا الدوري الانجليزي يعني، فان شاء الله بالتوفيق للناس كلها. طيب، على ذكر المواهب، زي ما انت قلت، الحقيقه انه المواهب المصريه في اوروبا كتيره جدا. احنا النهارده هنسلط الضوء على بعض المحترفين المصريين الواعدين، خلينا نقول، في اوروبا، علشان ازاي نقدر نستفيد منهم. هل المنتخبات الوطنيه في حاجه لده؟ ده دورنا، وده دور الاعلام انه يسلط الضوء على هذه المواهب. هنروح نشوف التقرير ده عن بلال مظهر، ونرجع مرة تاني الفرعون الشاب في الدوري اليوناني. طبعا يعني موهبة جديدة على الطريق، وكلنا نتمنى نشوف مواهب كتيرة جدا جدا على المستوى الأوروبي. ولادنا الصغيرين اللي بيلعبوا هناك لازم يعني نبص عليهم بشكل كويس جدا جدا، خاصة ان بلال مظهر نجل كمان مظهر عبد الرحمن، لاعب موناكو الشهير اللي كان موجود لعب في موناكو ودربه ديشام طبعا من المدربين الكبار جدا جدا، وكان ليه صولات وجولات. ديشام ده من اعظم المدربين وحصل على كاس العالم. خلينا نروح مع ابو النجم بتاعنا، ابو ان شاء الله الشبل باذن الله يكون الواعد على مستوى عالي جدا. بنرحب بيك على التليفون، اهلا بيك معانا مظهر. ايوه، مساء الخير عليك. حضرتك وكل سنة وانت طيب، والأمة الإسلامية بخير يا رب. ربنا يخليك، كل سنة وانت طيب ومختفي عن الأنظار، فينك؟ طمنا عليك. لا أنا كويس الحمد لله، ما فيش، بس أنا بشغلي عشان هو في أمريكا وكده وفرنسا، فبتنقل كتير بس مش أكتر يعني، بس أنا موجود يعني. منورنا دايما، وكنا بنتابع ابنك، تقرير بنتابع عن ابن حضرتك. تقرير أعتقد أنك أولا فخور، وثانيا عندك آمال كبيرة جدا. والله انا فخور جدا الحمد لله، انا فخور بابني جدا جدا، والحمد لله هو تعب وهو صغير كتير جدا، واتدرب مع ناس كتير جدا، وتطور كتير جدا، لغايه لما ربنا كرمه وهو عنده 15 سنه ونص طلع بره في اليوناني. بس ليه حضرتك يعني خليته يبدا من اليونان؟ عشان يتطور، ما حطوش تحت بريشر من دلوقتي. زي ما محمد صلاح بدا في سويسرا، زي ما ميدو بدا في بلجيكا، بحيث ما يبقاش عليه ضغوطات. انا جالي فرنسا وجالي اسبانيا، بس انا ما رضيتش بده، قلت لا اليونان يتطور ويتعلم، هو لسه صغير جدا. طب امتى هنشوفه في منتخب مصر؟ والله منتخب مصر هو اللي يسال، مش انا هو اللي يقول يعني. لا، ما هو منتخب مصر بحاله معانا يعني، منتخب مصر بحاله طبعا احنا عارفين يعني بلال في سن صغيره، وان شاء الله باذن الله احنا كمان بنوصل صوتك للكابتن ربيع ياسين. كابتن ربيع ياسين، والله هو كابتن ربيع ياسين كلمني بالظبط كده، عشان اكون صريح مع حضرتك، كلمني من اسبوع وقال لي اخبار ابننا ايه وكده، وعندنا معسكر قريب وكده، وقلت له طب كويس، لان هو كان جاله عشان هو معاه باسبور فرنساوي، فهو كان جاله منتخب فرنسا قبل الكورونا، وانا رفضت واجلت كل حاجه عشان انا عايزه يلعب لمنتخب بلده اللي هو مصر اللي هي الاساسيه يعني. اكيد. فكابتن ربيع متكرما كلمني وقال لي اخبار ابني ايه وكل حاجه، وانا اسف جدا في التعبير يعني، كان لم يكن يعني. فبس فانا يعني ايه كان لم يكن يا كابتن؟ يعني ايه كان لم يكن؟ كان لم يكن يعني، ما كلمني وقال لي لم يتواصل معاك يعني مره ثانيه. تواصل وبعت لا طب خلينا نعرف الحكايه بقى. معانا كمان الكابتن ربيع منه. اوكي، مفيش. هو معروف عنه انه بيلف في كل مكان الحقيقه، جميل جدا. هو كلمني من اسبوع قال لي اخبار ابننا ايه؟ انه كويس الحمد لله، قال لي هو فين دلوقتي؟ هو في اليونان عشان هيبدا دوري 12/9. تمام، والحمد لله انا ابني عنده 17 سنه بيلعب في اليونان سكند تيم. طبعا كابتن هاني سيدي اللي عارفين بدوت، ان واحد يبقى صغير يلعب سكند تيم في اوروبا وعنده 17 سنه، ده صعب جدا. انا يعني بلال ابني الوحيد اللي في باناثينايكوس محترف في الناشئين. يعني خليك معانا بس كابتن ربيع كمان معانا على التليفون برضو، يكون موجود معانا في الحوار. كابتن ربيع مساء الخير واهلا بيك معانا.
اهلا بيك كابتن هاني، اهلا بيك منور، اهلا بيك كابتن سهام، منورين ومتوفقين. كابتن سهام حلوه، كابتن سهام دي يا كابتن ربيع. اهلا وسهلا بيكم. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. حضرتك طيب. احنا عارفين يا كابتن ربيع ان حضرتك تواصلت مع مظهر عبد الرحمن بخصوص ابنه بلال، ودلوقتي مظهر معانا على التليفون وقال فعلا ان الكابتن ربيع كان اتصل بيا الاسبوع اللي فات وكان حريص ان هو يشوف ظروف بلال ايه، ممكن يكون متواجد في معسكر الفريق اللي حضرتك ان شاء الله هتعمله اعتقد يوم 6 اغسطس يكون موجود او لا. فكمان يعني مظهر معانا على التليفون وحابب يسمع من حضرتك ايه بالظبط الخطوات اللي جايه، وان شاء الله رؤيتك كمان مش لبلال بس، لكل اللعيبه اللي بيلعبوا خارج مصر ممكن رؤيتك ايه في الفتره الجايه ليهم مع منتخب مصر للشباب. اهلا بيك يا كابتن مظهر. هو طبعا ناسي انا كلمته كمان قبل موضوع كورونا من 5 شهور، قال لي ان ابنه مظهر بيحاول ان هو يروح اليونان ونقله ثانيه وخليها كابتن استقراره. قلت له خلاص لما ان شاء الله يفتح علينا تبقى كويس، ده انا بتحكم بعد كده نشوف. ودلوقتي انا من اسبوع عشان انا بحضر المعسكر يا كابتن هاني، انت عارف طبعا اي لعيب محترف انا بدور، انا جاي من امريكا وجاي من كندا وجاي من استراليا ومن فرنسا ومن اسبانيا ومن سويسرا، انا بدور على اي لعيب. وانا بحضر. معروف عنك يا كابتن ربيع كمان. الله يخليك. ده طبعا منتخب ودي مسؤوليه كبيره جدا. باذن الله تعالى عندنا ما تاجلتش، يعني المنتخب الوحيد هو الشباب اللي ما تاجلتش تصفياته. وانا باذن الله هبتدي 5 8 معسكري باذن الله تعالى لحد السفر لتونس، هيبقى البطوله من 9 ل 24/11 بمشيئه الله تعالى. ان شاء الله. وتغير يا كابتن هاني النظام طبعا، النظام بقى تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر. خمس يعني خمس دول اقوياء جدا. بالظبط. طبعا انت عارف اتغير النظام بقى قوي جدا، فانا طبعا بحاول ان انا اخد بكل الاسباب اللي تخليني اسافر وانا عامل اللي عليا ان شاء الله، التوفيق بتاع ربنا. فانا متابع مع الكابتن مظهر وتابعت معاه فعلا الكابتن هاني، وفي طبعا 2 جايين من ايطاليا من اودينيزيا شهر 8 صلاح الدين واخد بالك وريتشارد متابع، وفي في الامارات. وفي شفتهم يعني فين دول يا كابتن ربيع؟ نعم. اتواصلت معاهم ازاي يعني؟ اخدت بالك منهم ازاي؟ انا طبعا حضرتك انا اشوف انا في ناس كتير جدا بتساعدني على المواقع في اللعيبه المحترفين. دلوقتي انا ما بسكتش، بقعد وبقعد بعمل توصيات، يا جماعه ده منتخب مصر اللي يعرف حد يقول لي عليه، وانا مجرد ان انا اسمع اللعيب في الحته الفلانيه بفتح بقى مع حضرتك واختاري واتواصل معاه واديله عنوان واقول له تعالى وبرتب له اوقات وابعت له واجيبه عشان اديله حقه وما اظلمش اي حد، وده منتخب. فانا قصدي انا متواصل مع مظهر، هو الراجل قال لي حاضر وفي اليونان وان شاء الله هيجيبه يا كابتن هاني وباذن الله تعالى يكون معانا، وادي فرصه للجميع لان ده منتخب مصر لازم نتواصل جميعا ونعمل منتخب كبير بحجم مصر ان شاء الله تعالى بحجم التصفيات، فربنا يقدرنا ونكون عند مصر ظننا ونعمل حاجه كويسه تليق باسم مصر ومكانه مصر يا كابتن هاني ان شاء الله. كلنا عندنا امل وعندنا ثقه فيك كابتن ربيع من الكباتن الكبار، وان شاء الله ربنا يوفقك. لكن كمان اروح لمظهر بقول لك مظهر، انت طبعا دلوقتي تابعت الكابتن ربيع، كابتن ربيع فعلا بيتابع بشكل كويس قوي بلال، وكان قال لك ان هو ان شاء الله اول ما يروح اليونان ان شاء الله في الفتره اللي جايه هيكون موجود، لان احنا زي ما بقول لك يعني الكابتن ربيع حريص واحنا كمان حريصين ان كل مواهبنا وكل اولادنا اللي بيلعبوا في الخارج في سن صغيره ان هم كمان يكونوا موجودين في منتخب مصر. طبعًا. شيء مهم طبعًا. جدا. والله يا كابتن حضرتك عارف، اوكي انت عارف ان النادي باناثينايكوس ده نادي كبير في اوروبا. طبعا. وثانيا الاهم من كده ان كان منتخب فرنسا بيكلمني وانا رفضت، فاهم انت؟ فده كله هو بيتابع وكل حاجه وعلى عيني وراسي، مفيش مشكله خالص وانا متابع معاه، بس برضو يعني انت فاهم يعني انا برضو في الاول وفي الاخر عايز ابني يلعب ويلعب لمصلحه ابني ويلعب وكذا 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 وكذا، فهي النقطه بس ان ايه؟ انت عارف ان كل حاجه بره منظمه، فيبقى بس الكلام واضح يعني يعني انت عارف ان مش زي عندنا في مصر هنا مع الاسف يعني ان في اي وقت ممكن تجيب اللعيب، لا بره لا لازم تقول لهم ويشوفوا الجدول والمنتوشه الدوليه و و و و و فاتمنى ان 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 الكلام يبقى واضح والواد يلعب انا عايز العب منتخب بلده، انا مظهر عايز العب منتخب بلده بس. ده مهم جدا يعني، ده مهم جدا، والكابتن ربيع حريص واحنا يا كمان اتمنى انا بقول لحضرتك اتمنى ان الامور تبقى مظبوطه ونشوف خير، وانا في الاول وفي الاخر هو لعيب كوره وحضرتك عارف والكابتن ربيع عارف لعيب كوره كويس كويس مش كويس مش كويس هي مفيش اوكي. فلما واحد يكون بيكسر الدنيا في اليونان في اوروبا ومسمع في اوروبا تمام، في لعيبه كتير جدا طبعا كل حاجه في امريكا وكده، بس انا بتكلم على واحد مسمع مش بتكلم على واحد لسه رايح، كان واحد مسمع في اوروبا والنادي بيقول ان هو ده المشروع بتاعه عشان السنه دي يطلع درجه اولى، لو طلع درجه اولى السنه دي يبقى عنده 17 سنه و3 4 شهور.
فاتمنى ان الدنيا تتقلقش. انا عاوز اقول حاجه. اتفضل يا كابتن ربيع. اتفضل يا كابتن ربيع. هو مظهر زعلان ده، ما انت اللي موقف حضور ابنك. ابنك انا عاوز لا يا كابتن حضرتك قلت لي هبعت، انا بعت لحضرتك الفاكس وبعت لحضرتك عاوز اقول حاجه. الواد تبع الكابتن ربيع انا بعت الفاكس لعبد الستار، كلمني بعت له فرصه بعد له ايميل ومش عارف. ادي بس فرصه كابتن ربيع يرد عليك، واحنا بنتحاور واحنا عايزين نوصل لصالح للجميع. احنا عايزين لصالح العام المصري بالظبط. اتفضل يا كابتن ربيع. خمسه ونبعت له نظامين، احنا ملوك النظام في مصر. مصر ما احنا انا مدرب منتخب منتخبات مصنع. طيب على عندي قبل بره خلي بالك، مصر ملكه النظام وانا مسؤول عن المنتخب، عارف يعني ايه نظام منتخب. انا متواصل معك، انت اللي مد حضور ابنك. ابنك هنبعت نجيبه وهنبعته وهنعرف جدوله ونظامه. خلاص اتحلت، اتحلت يا كابتن ربيع. وحضرتك وعدتنا ده وده على الهوا دلوقتي. وكابتن مظرف بقى حاسه بصوتك زعلان، يا ريت ما مقصرين خالص حضرتك. يعني انا برضو انا عندي بس حاجه صغيره للكابتن مظهر والكابتن ربيع. احنا كلنا ثقه في الكابتن ربيع، وكلنا ثقه في ان احنا عندنا نظام على اعلى مستوى، وعندنا كمان عارفين كويس قوي ان مظهر حابب ان ابنه يشارك مع منتخب طبعا. مصر ده يقدر وده يقدر، ولكن على المستوى التدريبي يا استاذ مظهر برضو لازم تعذر ان في ملف كبير جدا عند الكابتن ربيع، مسؤوليه كبيره جدا. اكيد لو هو ما كلمكش لا بيكلمك وبيتابع معاك، وانا عارف الجزئيه اللي بتتكلم فيها ان في اوقات معينه ممكن جدا ان الولد لا يروح حته تانية، فانت حريص ان الولد يلعب مع منتخب بلده. فكل الامور ديت ان شاء الله تتحل، لان احنا كاعلام هنا موجودين وخاصه في قناه النادي الاهلي حابين جدا جدا ان الولاد اللي بيلعبوا بره ان شاء الله يكونوا موجودين. ان شاء الله يا مظهر ابنك ان شاء الله من خلال كابتن ربيع ورؤيته الفنيه يكون موجود ويلعب لمنتخب مصر. وكابتن ربيع ان شاء الله على عادتنا بيك يا كابتن ان اكيد هتشرفنا باذن الله وتاخد بطوله افريقيا وتروح كاس العالم. كابتن مظهر ما تاخدش على خاطرك، بنشكرك شكرا جزيلا. كابتن ربيع حضرتك وعدتنا انك هتتواصل مره تانية مع كابتن مظهر، وانا عارفه ان حضرتك مهتم جدا بملف الشباب، عشان كده عايز اسالك عن منتخب الشباب اخباره ايه؟ طمنا. منتخب الشباب احنا عندنا تجمع من 5 باذن الله تعالى 8. اتاخرنا كتير جدا، الاولاد خدوا اكتر من 130 140 يوم، وده غلط طبعا في الكوره. طبعا الاستلم الثاني بعد ما ظروفه مستوى فني رائع في بطوله السعوديه اللي كانت في فبراير. يعني كان نفسي ان انا كنت متواصل معاهم طبعا اونلاين خلال الفتره كلها. طبعا دي لا تمثل ليا فنيا اكتر من 10-15%. فانا ابتدي من جديد حضرتك. انا في اكتر الحمد لله عندنا دلوقتي حوالي 24-25 لاعب بيتمرنوا مع الفريق الاول. في عدد كبير اشترك في مباريات فعلا قدام مع الفريق كبير، وسجل اهداف كمان في الزمالك وفي بيراميدز وفي انبي الحمد لله وفي الجيش. يعني انا مبسوط، وبذلك انا مدي فرصه لحضرتك للعدد ده كله ان هو يكمل مع النادي بدل بيتمرن مع نادي زي الفل. انا خلاص عاوز ثبات. انا عندي 15 لعيب حضرتك، فيهم تقريبا 2 محترفين اللي هو ريتشارد وصلاح الدين هيجوا يوم 5 ان شاء الله، يعني متابع معاهم هيجوا يوم 8 حسب ظروفهم وحسب تدريبهم. حضرتك كنت طالب مدرب احمال ومدرب فني يعني للفريق للجهاز، هل الطلب ده يعني تم تحقيقه ولا لسه؟ لا ان شاء الله تم تحقيقه باذن الله فعلا تعالى. جالك؟ باذن الله تعالى في الطريق. في الطريق الضحكه دي بتقول في الطريق. في الطريق في الطريق ان شاء الله. كلنا ثقه فيك يا كابتن ربيع بجد والله، انت واحد من ابناء النادي الاهلي على المستوى الاخلاقي وعلى مستوى اللعب وعلى مستوى الاخلاق، وكان انا ليا الشرف ان انا لعبت جنب حضرتك. بنتمنى لك كل التوفيق في مشوار منتخب الشباب، وان شاء الله بالتوفيق دايما، ووصلنا لكاس افريقيا ان شاء الله وكاس العالم. شكرا كابتن ربيع. طيب من الاخبار دي، طب قبل ما نروح الاخبار دي عايز تعلق برضو علشان الموضوع برضو الناس تفهم شويه. كان في نفس المشكله وقعت معاها ستيفان شعراوي كان من اللعيبه المميزه جدا. طب. كان في سن تقريبا زي بلال، عنده 17 سنه وكان بيلعب في جنوا الايطالي. برضو زي كابتن ربيع رحت وتابعت وقعدت مع باباه واتكلمت معاه ان احنا حابين ان الولد دوت موهبه كويسه ينضم لمنتخب مصر. في طبعا ظروف بتبقى صعبه جدا بالنسبه للولد وبالنسبه للاهل. الولد هناك مولود هناك، عامل اللغه شويه، وكمان وده اللي بنتكلم عليه وده الاهم، احنا الولد خلاص بدا هينتقل السنه اللي بعديها لميلانو، وبدا يخش منتخب ايطاليا تحت 17 سنه، فكانت الامور بالنسبه لنا صعبه جدا ان انا اقنعه انه يجي منتخب مصر. عشان كده حسيتك يعني مش متعاطف بس حاسس قوي بالمسؤوليه اللي فيها الكابتن ربيع ياسين في التوقيت ده، وحاسس كمان بمظهر عشان
في وقت من الاوقات ممكن جدا نشوف بلال موجود في منتخب فرنسا فهو حابب ابنه يكون موجود في منتخب مصر. فعايز اقول لك الملف ده ان شاء الله مش هنسيبه، الملف ده موجود معانا، واحنا حريصين كمان ان احنا نقدم ونكلم المدربين كل اللعيبه الصغيره الموهوبه يعني. صحيح، وهو قدم فعلا، قدم صالح جمعه وقدم كهربا وعمل كتير. يعني شغل قوي جدا الحقيقه في الملف ده. عموما احنا دلوقتي مش عندنا نجوم تانية لازم ان احنا الحقيقه نسلط الضوء عليهم، وعندنا النهارده دلوقتي حكايتي مع البيت الكبير. حكايه مع مين بقى؟ طبعا كابتن شطه. شطه طبعا كابتن شطه من عالمي يعني من النجوم اللي بيحبها جدا جدا جماهير النادي الاهلي في السبعينات. احنا عارفين كابتن شطه كابتن كبير جدا جدا جدا. تعالوا نشوف التقرير على واحد من نجوم البيت الكبير، واحد من نجوم السبعينات، واحد انا على المستوى الشخصي بحبه، كابتن شطه. نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. القناه طبعا بالافتتاح الباهر الحقيقه الجميل ده، متوقعين الحاجات دي ان شاء الله باذن الله. لان قناه النادي الاهلي تعتبر من القنوات الرائده في مجال الرياضه، تعتبر اول قناه رياضيه عربيه تقريبا على حسب ما انا اذكر يعني. حكايتي مع البيت الكبير حكايه وقصه طويله امتدت لاكثر من 47 سنه. جيت سنه 73 في اكتوبر التحقت بالنادي الاهلي، وبعد كده درست جامعة القاهرة كلية الهندسة واستمرت في النادي الأهلي لاعبا إلى أن اعتزلت في عام 1982 بعد البطولة الأفريقية بتاعت كوتوكو، أول بطولة أفريقية أحرزناها. وبعد كده استمريت في بيت الكبير من 82 لحد 2002 مدربا في قطاعات الناشئين المختلفة. وكمان من السنوات اللي أنا بعتبرها سنوات مهمة جدا في حياتي برضو في البيت الكبير، إن أنا دربت في النادي الاهلي مع الان هاريس من 92 ل 94 95، ومعنا الكابتن شريف عبد الشافي والكابتن احمد ماهر والكابتن اكرامي وصفا طب الحليم الله يرحمه. وبعد كده برضه تدرجت في قطاعات الناشئين بعد ما سبت الفريق الاول الى 2002 لما رحت الاتحاد الافريقي. اشتغلت في النادي الاهلي 20 سنه في قطاعات الناشئين المختلفه، وكنت كمان عضو في اللجنه الهندسيه في بيت الكبير كمهندس مع الحقيقه المهندس هشام سعيد و الأستاذ محمد حافظ، المهندس محمد حافظ. قضيت سنوات طويلة في الإدارة الهندسية بجانب عملي كمدرب. رحت الاتحاد الأفريقي 16-17 سنة، ما كنتش بنقطع عن هذا البيت الكبير طوال هذه السنوات الطويلة. كنت بداوم حضوري في النادي الأهلي يوميا ما عدا في السفريات والبطولات الأفريقية. والآن حقيقة عدت البيت الكبير مرة أخرى بعد هذه السنوات الطويلة. كل أركان هذا البيت عشنا فيها حياة، قضينا فيها أيام لا تنسى. قد تكون في حاجات كتير قوي ممكن ننساها، لكن اهم مباراه الاهلي والزمالك 78 لما هي احرزنا الهدف الثالث، وانا يعني بعفويه مطلقه عملت سمرسولد وعملت الحقيقه اول واحد تقريبا يمكن لاعب كره قدم في عصري يعني ان انا اعمل الحاجات اللي هي بيسموها الشقلبازات والحاجات دي. ده من الاهداف المهمه جدا ان انا يعني بعتز بيها، الهدف اللي احرزه ظاهر الشيخ. ورحت اعمل اللي هي الـ الكروبات ديت وعملت سمرسولد. بعد كده طبعا اهم لحظات في النادي الاهلي لما كسبنا البطوله الافريقيه مع الان هاريس 94، كانت غايبه عننا 6 سنوات. كانت حقيقه البطوله العربيه برضو في عهد التسعينات برضو اخذناها. دي كلها كانت بطولات مهمه جدا بالنسبه لنا. اللي يعيش في هذه الاسره الكبيره في هذا البيت الكبير هيحس قد ايه انه هذا المكان له قيمه. وده اللي خلاني انا ما ارجعش السودان او اروح السعوديه. انا بقيت في مصر، ممكن اكون من القلائل من المدربين واللاعبين القدامى اللي ما خرجوش خارج هذا النادي من يوم ما جيت من 73، ولا دربت خارج النادي ولا حتى لعبت خارج النادي غير فتره بسيطه جدا. وقررت ان انا استقر في هذا النادي، وتزوجت الحقيقه يعني زوجتي مصريه، فيعني اصبحت البيت الكبير لما كل هذه الاسر، وحتى انا زوجتي ووالدها برضو اعضاء في النادي الاهلي من الستينات. فانا تمام، انا سعيد جدا ان انا عشت في هذا الجو الأسري الكبير في هذا الصرح الكبير الحياة النادي الأهلي.
بجدد مع حضراتكم التحية، ورجعنا تاني للبيت الكبير. وفقرتنا الفقرة التانية بتضم اتنين ضيوف من العيار التقيل، اتنين ضيوف عندهم خبرة كبيرة جدا جدا في مجال الإعلام الرياضي والنقد الرياضي. مشرفنا النهاردة ومنورنا في البيت الكبير أستاذ جمال الزهيري الناقد الكبير الرياضي في مجلة الأخبار. أهلا بيك. أهلا بيك مشرفنا. كابتن هاني. أهلا أستاذ سلام. محمد الأوزي أهلا بيك منورنا. طبعا الناقد الكبير أهرام. في مجلة الأهرام أو جريدة الأهرام. برحب بيكم. اهلا بيك. اهلا بيكم في البيت الكبير في بيت النادي الاهلي. اهلا بيك كابتن هادي وهاني، ويعني سعداء ان احنا موجودين مع حضرتك، وسعداء ان احنا موجودين في النادي الاهلي، وطبعا شرف لينا اكون موجود مع واحد من اساتذه. ربنا يخليك. من جيل العمالقه استاذنا الاستاذ جمال الزهيري، مبارك للنادي الاهلي ولجماهيره وهذا الصرح الاعلامي الكبير الحقيقه، منصه اعلاميه كبيره جدا للنادي الاهلي، يعني جهد كبير اتبذل وباين، وردود افعال كبيره باينه. يا رب ان شاء الله تستمر بهذا التالق وهذا التميز يعني ان شاء الله. طبعا الف مبروك على الافتتاح الرائع والتطوير اللي احنا شفناه. انا بيني وبينك من اول ما بدا الكلام عن تطوير قناه الاهلي كنت منتظر بقى اشوف الاجواء ازاي. فمع يوم الافتتاح انا حسيت انه في جهد كبير مبذول الحقيقه كابتن هاني، ويعني باين وده لخدمة الناس، وبعين التوجه نفسه. يمكن أول كلمة قالها كابتن مصطفى عبده عن اللي هي بتقول برضو سياستي إيه أو سياسة القناة إيه، كان فيها كلها احترام، مفيش أي اتجاه لأنه هنهاجم حد ولا لا بالعكس هنتعرض لحد بشيء سيء. وهو ده اللي احنا بقى بنتكلم عليه، يعني احنا عاوزين نسهل مهمة لجنة الضبط ضبط الأداء الإعلامي بصراحة. يعني احنا هيبقى لنا دور ان شاء الله، وده يعني دورنا يا استاذ جمال كمان. طبعا استاذ محمد طبعا. احنا كمان من اول ما جينا هنا في قناة النادي الاهلي واحنا قلنا عايزين نقدم اعلام محترم. بالظبط حضراتكم عارفين وكنتوا شايفين يمكن طبعا. الاعلام الرياضي كان عليه علامة استفهام كبير طبعا. جدا طبعا. فاحنا ان شاء الله بنوعدكم وبنوعد السادة المشاهدين في البيت الكبير في قناة النادي الاهلي ان شاء الله. عايزين نقدم اعلام يحترم الناس كلها، يحترم اللي بيسمع. وانا بقول للأوصي لصديقي العزيز انه برضو كان ليا تجارب معاه هنا في قناة الاهلي، انا بقول انه طول عمر قناة الاهلي بالظبط ملتزمة بالخط الاساسي اللي هو يعني ايه اعلام، من غير بقى تسفيه لاراء ناس ثانيه. لا خالص تقريبا يعني من ساعه لحظه ميلاد القناه يا كابتن هاني من 6 اغسطس 2008 وقناه النادي الاهلي واخده خط واضح وصريح. بالزبط. الادب، القيمه، الاحترام، بحترم المنافسين، بحترم المنافس الاخر، ما بغلطش في حد، ماشي مركز مع فرقتي فقط، ولو في حد تاني محتاج ان يكون ليه صوت من خلالها بادب واحترام موجود، عمرها ما تطولت على حد وعمرها ما عتت على حد، ولو في واقع حد يسجلها يعني التاريخ النادي الاهلي كله بيشهد بذلك يعني. والله ومن زمان قوي يا كابتن هاني مجله النادي الاهلي انا اشتغلت فيها من 81 82، بدايه شغلي في الاخبار يا استاذ محمد كانت مع مجله الاهلي، يعني شغلي في الاخبار وشغلي في مجله الاهلي تحرير المجله، كنت وصلت في اواخر التسعينات كنت مدير تحرير المجله. بس كان معانا بقى استاذ الاساتذه استاذ عبد المجيد نعمان طبعا، فالحقيقه برضو الله يرحمه طبعا. شوف انا عايز اقول لحضرتك انه من امتى التوجه حلو، توجه نظيف، يعني كان بيقول لنا على طول احنا ملناش دعوه بالانديه المنافسه، خلينا نتكلم على وده الاتجاه. واول ما جينا اشتغلنا هنا هو ده اتجاهنا وهو ده هدفنا ان شاء الله ان احنا نقدم اعلام محترم. عندنا ملف مهم جدا، ملف عوده تغيير المدربين. انتوا عارفين تغيير المدربين كتير عندنا في الدوري المصري. قبل ما اتكلم مع حضراتكم في الملف دوت تعال نشوف تقرير بيتكلم عن تغيير المدربين في الدوري المصري ونرجع نكمل حوار. رجعنا مع حضراتكم بعد التقرير وحبدأ معاك يا استاذ جمال. اتفضل استاذ جمال. زي ما شفنا في التقرير تغيير المدربين في الدوري بقى بشكل اعتقد في السنوات الاخيره خد شكل غير تقليدي، انت شايفه ازاي؟ والله انا شايفه انه ادارات الانديه بتلقي بكل المسؤوليه على المدربين، يعني ما هو انت قبل ما تحاسب المدرب اولا توفر له عناصر كتيره جدا عشان يشتغل على اساسها، يعني ما تديلوش فريق غير مجهز اصلا، فريق ما فيش امكانيات، فريق ما فيهوش لعيبه، انت مش محدد له طموحات معينه. يعني اغلب فرق الدوري يا كابتن هاني بتشتغل على اساس ان هي بالبركه مع كل الاحترام، ما فيش لونج بلان، يعني ما فيش خطه طويله الاجل، حتى ما فيش هدف،
يعني مثلا انت لما تيجي في الانديه الكبرى وفي مقدمتهم النادي الاهلي بيبقى معروف انه انت بتحدد للمدير الفني الهدف الاساسي ان هو ياخد الدوري، فبيلعب على بطوله ان هو عشان يشارك في دوري ابطال افريقيا، ان هو عنده كاس عالم الانديه، يعني انت عامل له طموح كبير جدا وماشى من الطموح كبيره قوي، فهو بيشتغل على الاساس ده وانت بتوفر له كل الامكانيات. في انديه بتتعاقد مع مدربين مع على غير اساس سليم، يعني ما فيش اللي هو الاساس السليم للاختيار. يعني انا هدي مثال بفايلر مثلا، مع بدايه التعاقد معاه يمكن كان ايامها موجود الدكتور طه اسماعيل، مظبوط، هو في لجنه التخطيط، كان هو في لجنه التخطيط وكان مسؤول الاول عنها وعدد من برضو الزملاء اللي موجودين. فانا واحد من الناس اتخضيت قوي، معلش، وانا برضو مهما كنت ليه خبره في الاعلام مش هفتي في الكوره زي الدكتور طه، ما اقدرش طبعا، يعني هبقى بغلط نفسي يعني. فانا يوميها سمعت العوامل اللي تم على اساسها اختيار فايلر، رغم ان هو مثلا ما عندوش بطولات كتير، ما عندوش كذا كذا كذا، من ضمن الجمل اللي عجبتني جدا او اللي فاجئتني ايامها ان هو عنده طموح، ان هو المدرب نفسه عنده نفسه عنده طموح. فطب انا قلت يا ربي طموح دي حقيسها ازاي؟ بس اكيد حد زي الدكتور طه واعضاء اللجنه هيبقوا فاهمين هم بيقولوا ايه. بالفعل مع الوقت اثبت فايلر ان هو فعلا عنده طموح وان هو عنده فكر ان هو عاوز يعمل فرقه، بالاضافه الى انه هو مش عاوز يخسر، يعني عاوز يخسر وفي نفس الوقت بيبني فرقه وبيعدل وله اراء فنيه. يعني حضرتك شايف ان اول اسباب تغيير المدربين في الدوري المصري عدم الاختيار السليم، عدم الاختيار السليم من مجالس الاداره بالظبط، وعدم تحديد الهدف من الهدف من هذا التعاقد مع هذا المدرب يعني. طيب استاذ محمد، تمام، يعني لو بصينا لجدول الدوري يا كابتن هنتاكد من الكلام اللي قاله الاستاذ جمال، يعني عندنا 18 فريق في الدوري الممتاز، منهم 14 فريق قاموا بتغيير الاجهزه الفنيه بتاعتهم، ومن ضمن ال 14 دول في ناس غيرت 3 اجهزه فنيه، يعني مثلا في 4 فرق غيروا 3 اجهزه فنيه زي مثلا المقصه، طلاع الجيش، الاسماعيلي، الجونه، دول غيروا، في ناس غيرت مرتين، في ناس غيرت مره. لو بصيت للفرق اللي هي ما غيرتش زي النادي الاهلي متصدر المركز الاول، المقاولين وراه في المركز الثاني، الانتاج الحربي موجود برضو في مركز جيد ومميز، الاتحاد السكندري في مركز 5 عامل انتاج طيبة مع كابتن طلعت يوسف. فاختيار المدرب تبقى لأسس وقواعد وشروط معينة، يعني ما تختارش مدرب مجاملة، ما تختارش مدرب بالواسطة، ما تختارش المدرب عشان قريب منك أو عشان حد مواصيل، ما تختارش المدرب عشان مجرد اسم موجود في السوق، وكمان مش مجرد وكيل مجرد وكيل وسمسار بيقعد يعمله ويزن على الناس يعني ده بالزبط. فتختار المدرب بتاعك تبقى لمقاييس ومواصفات معينة، زي ما أنت بتختار اللاعب بتاعك تبقى لمقاييس معينة، وحتى اختيار اللاعب عندنا في مصر بتفتقد لمقاييس، وأعتقد دي ممكن تناقش بعدين يعني. بس دايما بتبقى في أرقام للمدرب وفي تجارب للمدرب وفي خبرات للمدرب، في سيف المدرب يقدر يقدمه لك بشكل جيد، زي ما قال عنده طموح، عنده فكر، عنده رؤيه، عنده اختيار، بغض النظر عن اسمه، اذا ده كان موجود اعتقد انه يقدر يحقق الاهداف. شفنا ده في النادي الاهلي اتحقق بشكل كبير جدا لانه تم اختيار، شفنا ده في انتاج الحرب مع كابتن مختار حتى هم جددوا له سنه قادمه لانه شايفين الراجل بيشتغل صح وبيقدم بشكل كويس. كابتن مختار من اطول المدربين اللي قاعدين ما شاء الله يعني في الانتاج الحربي، استقرار في الانتاج الحربي بتاعك، الفرقه مستقره دايما، مستقره في الدوري يعني، عنده اسلوب، ما بتلاقيش الانتاج بيعاني. شوف المقاولين اختار عماد سليمان طبق الاسم معينه، كابتن عماد سليمان عامل نتائج هايله مقارنه بفرق كبيره جدا موجوده في الدوري يعني. كابتن عماد النحاس برضو عماد سليمان من احد النادي الاسماعيلي، ومعانا على التليفون اسطوره طبعا، اسطوره النادي الاسماعيلي طبعا، كابتن عماد النحاس طبعا في المقاولين طبعا. لا طب استاذ حضرتك كمان زي ما بقول لحضرتك معانا كمان واحد من اللعيبه المميزين جدا جدا في الستينات والسبعينات واسطوره نادي الاسماعيلي، وراجل اشتغل الحته اللي حضرتك بتتكلم عليها كمدرب وكمان كاستشاري لاحد الانديه في مجال طبعا التدريب، كابتن علي ابو جريشه. مساء الخير يا كابتن علي، منورنا ومنور البيت الكبير، وكل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب يا كابتن هاني، كل سنه وانت طيب حبيبي، وحشنا يا كابتن. ربنا يخليك يا معلم، منورنا يا كابتن علي. كابتن علي طبعا بنتكلم في ملف مهم جدا، وحضرتك برضو ناخد رأيك في ملف
تغيير المدربين بشكل مبالغ فيه في الدوري المصري خاصة في السنوات الأخيرة، حضرتك شايفه إزاي؟ والله تغيير المدربين عندنا ضرب أرقام قياسية. صحيح. وعايز أقول يعني إنه البداية ممكن يعني ممكن تبقى اختيار خاطئ من الأول، لكن أنا عايز ألفت نظر حضراتكم الحاجة إنه خلي بالك الأندية اللي بتنافس وبنتكلم عليها دي فيها استقرار. وأنا ما جيبش مدرب كويس ويجي يلاقي كم من مشاكل، ويجي يلاقي اللعيبة مثلا ما بتاخدش حقوقها، ويجي يلاقي كده، فتبص تلاقي دخل في حزبة تانية يعني بعدته تماما عن عمله وعن شغله. يعني إذا أنت لازم توفر له كمان، أنت مش كله ترمي على المدرب وبعدين تقول لي المدرب عايز اتحاد، وانت اصلا ما يعني ما وفرتلوش الاستقرار او وفرت له الامكانيات او القدرات او اللعيبه اللي ممكن يكون هو طالبها. ودي عمليه مهمه جدا، ان انا يجي ما يجيش مدرب على لعيبه هو ما اختارهمش، وتبقى مشكله لانه بيبقى مش مقتنع بلعيبه ومقتنع بلعيب. لكن انت كنادي كمان لازم تعمل اللي عليك، لازم توفر له كل الامكانيات الكويسه، كل اللعيبه تاخد حقوقها في ميعادها، يبقاش جوه مشاكل اداريه، ما يبقاش معاه ناس مش كفء قوي في عمليه تدريبيه. لازم المدرب اللي يجي والراجل على مستوى مثلا يبقى جنبه حد كمان يقدر يفهمه، يقدر يعني يتواصل معاه. لا في حاجات كتيره كابتن هاني، وانت راجل مدرب كبير وعارف ان الامور دي كلها برضو خفيه على الناس. هو مجرد ما بيلعب ويخسر ماتش واتنين يبتدي يفكر، يقول لك اول حاجه يقول لك جددنا الثقه، وبعدين اللي بعدها على طول اتشال. فالعمليه لازم ما نظلمش المدرب، لان برضو معظم الادارات عندنا يعني او يعني اللعيبه بيبقى ليهم يعني سطوه شويه في بعض الانديه في حتت، فبص تلاقي المدرب مثلا ممكن الاداره ما تساعدوش في انه يبقى يطبق حاجات معينه سيستم في عمليه الضبط والربط والحاجات دي. لا الانديه بتفضل اللعيبه ساعات كتير عن المدرب. اه لا طبعا، انا هاخد من حضرتك برضو وهقول سؤال لحضراتكم كلكم وتجاوبوني عليه. في اعتقادي الشخصي ان كمان لما بيتم اختيار مدرب اعتقد ما فيش بيقعد مع مجلس اداره النادي، فبيبدا يتكلم كل مجلس اداره النادي ويقول له والله احنا عايزين نبقى في المربع الذهبي. طيب هل امكانيات النادي تسمح انك تكون موجود في المربع الذهبي في الوقت ده؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان ما فيش لونج تيرم بلان، يعني ما فيش خطه طموحه لمده 3 4 سنين. يبقى المدرب عارف بالظبط ان انا بعمل مشروع للنادي، وان انا شغال 3 سنين مهما كانت الامور فيها اختلاف، لكن بيكون في اتفاق من الاول ما بين المدرب ومجلس اداره الانديه ان انا الهدف كذا، ولو اتفقوا على هدف يبقى خلاص تحاسب هذا المدرب بناء على وصوله للهدف او عدم وصوله للهدف، ونتناقش فيها يا كابتن علي. ومعانا ضيوفنا، انتوا رايكم في كابتن علي؟ كابتن ولا علي على التليفون الاول؟ كابتن علي. الكلام اظن ده بيحصل يعني. طبعا ده الكلام ده ما بيحصلش، الكلام ده ما بيحصلش عندنا. وبعدين انت ممكن تقول له انا والله عايز ابقى كذا، طب هل انت وفرت له الحاجات دي؟ يعني هل وفرت له الامكانيات او القدرات؟ لان برضو كابتن هاني عايز اقول حاجه، انه المدرب بينجح بلعيبته، انما طبعًا. يعني احاول اضرب لك مثلا احنا في الستينات كان مدربنا والاستاذ جمال يفتكر مستر تومسون. مستر تومسون ده في الستينات وخدنا دوري 67 وكل حاجه، لكن برضو جاء بعدها بفتره كان الفرقه تقريبا اتفرجت شويه وكده، كنا مهددين. هو نفس المدرب. ونفس الحكاية حصلت مع المقاولين مع مايكل إيفرت. وتأكيدا على كده برضو يا كابتن علي، مثلا راينارد سوبل درب في مصر الأهلي وأندية أخرى. مظبوط. إيه أداؤه مع الأهلي وإيه أداؤه مع الأندية الأخرى؟ أنت ممكن تلاقي جدا مدرب يعني ناجح في فريق يروح فريق ما يحققش نجاح. ده يؤكد إن هي إمكانيات وإدارة وطموح. ما في معلش احنا برضو لازم نبقى واقعيين، الانديه المصريه كام نادي بيلعب على البطوله؟ كام واحد؟
اثنين نادي يعني دخلنا برضو دي دخلنا في قدرات يا استاذ جمال. ايوه كابتن احنا بنقول بس من لا هو بيتكلم كمان على ان هو زي ما بقول لك هو طبعا فرق ما بين انديه بتلعب على بطوله وانديه كمان بتنافس بشكل مباشر. تغيير المدربين زي ما الكابتن علي بيقول انت لازم تحدد الهدف وتحدد امكانيات وطموحات المدرب. مثال يا كابتن هاني كابتن محسن صالح لما عمل الجيل بتاع الاسماعيلي اللي خد بيه الدوري كان بيلعب على انه ياخد البطوله وكان كل الامكانيات ايامها مسخره داخل نادي الاسماعيلي انه يبقى. ما انا بشوف الاسماعيلي على مدار كل 15 20 سنه بيبقى فيه المقومات يا كابتن علي اللي هي بتكسبه صح اربع مرات وخد البطوله. خلي اتفضل كابتن علي علق عشان هو دخل في منطقه الاسماعيلي محدش هيقدر يتكلم غير حضرتك. انا قلت له لا يبقى انت الاسماعيلي كان فيه ساعتها منتخب مصر. ايوه الاداره وفرت له منتخب مصر كان بركات وكان الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض ومحمد حمص ومحمد صلاح ابو جريشه وخالد بيبو. ده تاكيد لكلامك يا كابتن. واوتاكا وحارس مرمى دولي بتاع المغرب يعني مش عايز اقول ده كان الاسماعيلي كان بيلعب فيه سنتها منتخب مصر. صح الاداره وفرت هذا. النهارده معلش مع كل التقدير برضه في الاداره عندنا بتبيع احسن اللعيبه اللي عندك فانت هتخش في ايه هتنافس في ايه. انت وقت الكابتن محسن كان عنده لعيبه بالاحتياط وده اللي انا باكد عليه واحمد زين احمد فتحي على محمد واللي كان الناشئين الصغيرين احمد فتحي ومحمد محسن ابو جريشه ومحمد صبحي ومحمد عبد الله. مظبوط ده كمان ده كانوا يعني كانوا لسه اللي جايين. لكن الاسماعيلي كان فيه فرقه تقريبا منتخب مصر قوتها رهيبه. طب عايز اسال كابتن علي يعني بمناسبه الاسماعيلي الاسماعيلي كان نموذج في القضيه اللي احنا بنناقشها دلوقتي يا كابتن علي. الاسماعيلي من اكثر الانديه في مصر تغييرا للمدربين في اخر سنه ونص 8 مدربين من اول بيدرو بارني لغايه دي جوميز لغايه دلوقتي 8 مدربين يا كابتن. ايه السبب في ده؟ ما هو الاسماعيلي ده نموذج مظبوط. هل عدم استقرار اداري سوء اختيار سوء لعيبه يعني زي ما حضرتك كيف تكيف الاسماعيلي؟ هو الاسماعيلي ده هيجاوب لنا على القضيه اللي احنا بنتناقش فيها دلوقتي. دراسه هي انا بقول لحضرتك دلوقتي النهارده لو انت عندك استقرار فني موجود دي هتريح المدرب دي هتخلي المدرب يبقى عمله اسهل وبكثير لانه برضو احنا ساعات بقى بندي للمدرب اكتر مما يعني من النسب اللي مطلوب يعني المعروف بنحمله كمان يا كابتن علي لانك انت ممكن جدا تتعاقد مع مدرب ويجي المدرب انت كرئيس مجلس اداره النادي او بتتفق والله احنا عايزين نلعب في المربع الذهبي او عايزين ننافس. بيجي يبص المدرب طيب علشان اعمل القصه ديت واوصل للهدف ده لازم يكون عندي امكانيات فنيه وامكانيات ماديه عشان اعمل الكلام ده. لو هو شاف ان الامكانيات الفنيه مش هتساعده انه يوصل للهدف ده كان طبيعي جدا من اول ما يقعد يقول لهم انا مش هقدر انفذ ده. لكن ساعات الوعود لا هنجيب لك طب احنا هندعم ويبدا او هو المدرب يمشي الامور عشان يقول لك هشتغل. فبنوصل لنقطه ان فعلا بعد 3 4 اسابيع او 4 5 شهور نقدر نقول ان ولا بيقدر يوصل للهدف والنتيجه انك بتغير جهاز فني بالكامل. في كابتن هاني حاله كمان موجوده اللي انتوا اشار ليها الاستاذ محمد القوسي كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف من اقدم مدربي الدوري صحيح وله تجارب كثيره اغلبها مش مكتمل. انا شايفه السنه دي يا استاذ محمد اللي كل الامكانيات متوفره له. استاذ محمد مصلحي برضو الاداره اللي هو رئيس النادي موفر له امكانيات يعني احنا رحنا زورناهم في الرابطه مع الاستاذ حسن خلف الله طبعا رحنا زياره فعلا تحس برضو كان ده قبل بدايه الدوري تحس لا في حاجه مختلفه. طب ما هي الامكانيات يعني تتوفر مع مدرب جيد اعتقد تقدر تحقق نتائج يعني كويس. الاتفاق يعني على من الجميع ان الاداره مهمة جدا والإدارة طبعاً. هي السبب في تغيير المدربين بشكل كبير جدا في الدوري المصري لأن هي الفقرة الرئيسية والحلقة الرئيسية بين كل الحلقات اللي موجودة. طب هاخد كمان كابتن علي حضرتك لسه موجود معانا معاك يا كابتن. طيب نقطة كمان مهمة كابتن علي أنا شايف من وجهة نظر إنها ليها دور كبير موضوع الإيجنت موضوع الوكلة
اعتقد برضو الوكلاء بتلعب دور كبير جدا جدا. طبعا هم اللي مش انا والله كنت لسه داخل عليه النهارده بيجي يعتمدوا في الاداره على الوكيل ده جايب ويقول لك ده خذا والوكلاء ساعات بيبقى ليهم اسلوب ساحر بيبقى ساحر يخلي لك اللعيب العادي ده او المدرب العادي ده ان هو راجل مكسر الدنيا يعني ما شاء الله شاطرين قوي يعني شاطر في التسويق لكن ودي مهنته شغلته لكن طبعا لو اعتمدت على كده كاداره ما ينفعش يعني انت لازم تبقى عارف التاريخ بتاع المدرب ده درب فين اشتغل فين نتائجه ايه في حاجه اسمها سي في طبعا سي في المدرب عندك اداره فنيه برافو هي اللي تقبل تقيم. هي اللي توافق على مدرب او ترفض مدرب ده صحيح يعني انت كاداره فنيه يعني ممكن لجنه كوره او اداره فنيه متخصصه هي اللي بتقول كلام الوكيل ده صح ولا بيبيع كلام يعني بالظبط احنا عندنا وكلاء منتشرين في كل حي في كل حي في كل حي هتلاقي وكيل موجود انا صح. وكيل اللاعب فلان انا وكيل المدرب كده حتى العمليه مش باينه مين يعني المفروض يبقى فيه لايسنس للناس اللي هم وكابتن هاني عارف الكلام ده راجل لاعب في اوروبا وعارف ان لازم يعني معاه اللايسنس ومع كده الرخصه ان هو يبقى ده فعلا وكيل لعيبه معتمد وكده في رسم الباطن بتشتغل مش يعني مش كده يعني لان انا بعرف الوكلاء بيعملوا حاجات غريبه جدا يعني لا طبعا موضوع لعيبه ومع هنا ومع هنا موضوع الايجنت دوت موضوع كبير واحنا يمكن هنا في الكابتن علي اتفضل الكابتن علي ابو جريشه الاسم الكبير وخبره ما حدش يقدر يناقشها طبعا يعني. في فتره معينه كان هو موجود في وادي دجله وتم الاعتماد عليه لبناء من افضل فتراته لبناء طبعا قاعده كرويه في وادي دجله ده حقيقي نعم حضرتك فين بقى من الاسماعيلي سؤال مباشر وصريح لا مفيش مشاكل انا موجود طول عمري حتى وانا في دجله يعني كان بيبقى في استشاره كان بيبقى لا احنا عايزين بشكل رسمي لا رسمي. احنا يعني ما اعرفش انا مش يعني ما مش على اتفاق مع الناس اللي موجوده حاليا وبكل صراحه يعني وانا مش عايز ادخل الاسماعيلي في متاهات يعني مش عايزين يبقى في مشاكل انا ما بحبش المشاكل اصلا هو الاسماعيلي في متاهات فعلا ده في متاهات احنا عاوزينك تبقى هي بتبقى الامور طبعا اعتقد ان الكابتن علي من الناس اللي بتحب تشتغل في ظروف هاديه جدا ولازم الناس اللي بتشتغل او هيشتغل معاها يكون على توافق هو بيجيد العمل ما يعني بيجيدش بقى الحاجات الاخرى لو يعني. انا شفت كمان شغله في وادي دجله على اعلى مستوى وانا كان ليا الشرف ان انا كنت كمان موجود مدرب في وادي دجله والكابتن علي كان كابتن هاني الكابتن هاني حكينا معانا يعني مجموعه وادي دجله الاساسيه كانت في بلجيكا والكابتن هاني كان موجود الحقيقه انا برضو ووصلنا لسه بوصل وادي دجله لنهائي كاس مصر لاول مره الفتره دي في تاريخ النادي كان على ايد هاني رمزي الحقيقه ولعبوا في افريقيا عن طريق واحنا معانا تقريبا لعيبه معظم اللعيبه الاساسيه كانت موجوده وقتها في بلجيكا فالحقيقه برضو يعني مع ناشئين لعبوا مع بعض العناصر الخبره استعنا بيهم كان الكابتن ابو العيلة وكان يعني بعض العناصر الممتازه اللي عندها خبره مع الولاد الصغيرين كابتن هاني عرف يتعامل معاهم وكان مهدمة جمال مساعد الكابتن هاني والعمليه مشت لدرجه ان احنا في كاس مصر مطلعين انبي ومطلعين المقاولين ومطلعين الاسماعيلي تخيل بال كده وتوصل نهائي كاس مصر مع الزمالك فالحقيقه ده نتيجه طبعا لكمان تخطيط يا كابتن علي لان بقول لك الاجواء كابتن هاني راجل عارف شغله وكان انسجام وانا كنت بتدخل في شغله برضه لانه لازم 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 يبقى كل واحد عارف الحته بتاعته وعارف يشتغل في ايه هو ده شغل احتراف صحيح ما يبقاش مثلا بياكل وبيبص في الطبق اللي جنبه لا طبعا أيوة صح. انا كنت سعيد بالتعامل معاك يا كابتن علي طبعا كان شرف ليا فعلا والله كابتن هاني صحيح يعني اتشرفتنا ونورتنا اتمنى انك تكمل في دجله وصحيح يعني وياما قلت يعني الراجل ده بالناس الممتازه وبصراحه يعني معرفش يعني ملوش حظ ظهر في مصر ولا لا ان شاء الله خير لا ان شاء الله خير لا من الناس النموذج الناجح اللي يقدر يتعامل وبيشتغل وفاهم شغله وبيحب شغله ربنا يخليك يا كابتن علي بنشكرك شكرا جزيلا بصراحه مش بقوله كده انا لمسته ربنا يخليك كابتن علي السؤال جه على بالي كابتن علي مش ربنا معدي خليك. يعني شكرا لك يا كابتن علي وعلى ان شاء الله يعني وعد من حضرتك تكون مشرفنا هنا في البيت الكبير في النادي الاهلي ونتناقش في كل قضايا لان قضايا الكوره كتيره جدا وحضرتك قيمه كبيره جدا ان شاء الله تكون موجود معانا في البيت الكبير بنشكرك شكرا جزيلا
نرجع بقى لقضيتنا يعني هم الاساس في واضح الموضوع الاداره واضح. هي العنصر الاساسي في الموضوع ان هي بتختار مدرب بشكل جيد وتوفر له قدرات ماديه وقدرات فنيه وقدرات اداريه واجواء يقدر يشتغل فيها بشكل كويس زي بالزبط. ما قلت يا كابتن هاني انك ممكن تروح تشتغل في مكان وتفاجئ ان اللي انت عايزه ما عندكش الادوات ما عندكش الجنود اللي انت تقدر تحارب بيهم الاسلحه بتاعتك ما تقدرش تشتغل بيها عايز لعيبه مهاجمين مميزين طبيعي. عايز حاجه يعني كده ممكن يكون مدرب فكر مميز بس اللعيبه مش قادره تنفذ فكرك مفيش اتساق بينك وبين الفكر وبالعكس ممكن يكون في لاعبين كويسين واختيار مدرب غلط ما قدرش يستغل القدرات اللعيبه اللي موجوده فاختيار مدرب بشكل جيد جدا مع توفير قدرات من قبل اداره واداره جيده تعطي المدرب ثقه وتمنحه فرصه كامله بغض النظر عن نتائج برافو عليك الفرصه الكامله الفرصه طبعا. الكامله يعني انا جايبك تشتغل معايا لمده سنه بعد سنه يعني مش حاسبك يعني تيجي ماتش ما انت ممكن تعمل اول 5-6 ماتشات تبقى الامور مش مظبوطه بالنسبه لك فلو في اداره طايشه على طول هتطيح بيك وتشوه سمعتك كمدرب وتقلل من فرصتك وتقلل من قدراتك وتدمر الفرقه وتدمر الاستقرار فانت ضيعت فتره اعداد وضيعت 5 ماتشات وهيجي مدرب جديد بفكر جديد برؤيه جديده ويلخبط اللعيبه 5 ماتشات تانيين ضايعين كل ده بيأثر على الفرقه وبيأثر على الكوره بشكل عام يعني طبعا هاخد من كلام حضرتك وسؤال الاستاذ جمال انت شايف ان ممكن بعض الادارات بتضحي بالمدرب في سبيل جماهيرها وعلى سبيل انها ما تتحطش في موقف صعب قدام جماهيرها يعني ممكن يقول لك لا انا عليا ضغط جماهيري جدا من الجماهير بتاعتي وانا والله عارف انك مدرب كويس لكن الضغط دوت معلش مش هتبقى موجود معايا هو سؤال له شقين الشق الاول انه في ادارات يعني مش هقول مراقه ادارات هاويه ممكن تقع في الغلط ده اللي هو اقرب حاجه عنده المدرب وعايز يريح الاسهل هو مش هيمشي اللعيبه مش هيمشي الفرقه فهو يقول لك المدرب ده يا عم لا اركنه الناس بتشتمني الناس بتنتقدني بس في نقطه تانية برضو الاداره الجيده اللي هي عندها اهداف وعندها مدرب فشل في في مباراه مهمه جدا مصيريه تضيع بطوله احيانا الادارات القويه بتاخد قرار تمشيه برضه مش ارضاء للراي العام يعني على سبيل المثال جت فتره في النادي الاهلي حصل جريدو ومين بيسيرو ومين كمان ثلاث مدربين بس كان ضروري بقى ليه اما مدرب يبقى متوفر له كل الامكانيات واللعيبه كلها موجوده عنده وما يقدرش يعمل حاجه بيهم يبقى هو مش قادر يعمل بيهم حاجة يعني هنا بيكون تدخل الإدارة مهم إن أنا موفر لك كل حاجة عشان كده أنا بقول لحضرتك إيه في فرق بين إدارة خفيفة اللي هي من أي هزيمة تمشيك وفي إدارة واعية اللي هي ممكن تمشيك لو أنت ضيعت الفرقة يعني لو المدرب معايا كابتن واصله انا واصله وكمان عايز واصله المعنى اللي هو انا فاهمه إنه جدا في احيانا تدخل الاداره بيبقى مهم جدا لانه يمشي ها لا التوقيت يعني التوقيت احيانا بتبقى مهم انه يمشي ليه اما يكون المدرب شبه فشل وواضح بقى فانت لا تغيره احسن تجيب مدرب تاني انما ان انت تغير عمال على بطال يعني مثلا مدرب لعب مباراه والدوري لسه فيه 36 اسبوع او 38 او اي حاجه وتروح انت ممشيه عشان هو خسر مباراه واحده في اول الموسم او ثاني استاذ محمد ده انت شايف كمان بيأثر بس مش على التشتت ده بيأثر كمان على مستوى اللاعبين نفسه ومستوى الفني والمستوى البدني طبعا لان كل مدرب بيجي برؤيه مختلفه وبفكر مختلف مظبوط كل مدرب ليه طرق لعبه اللي قد تناسب لعبه قد تناسب لعبه كل مدرب ليه اساليبه في التدريب المختلفه عن المدرب الثاني فده هتعمل له مسح وغسيل مخ للي حصل قبل كده وتبدا معاه من جديد فده طبعا محتاج وقت على يعني دايما لما تجيب مدرب جديد يقول لك بس اصل هو مش مسؤول عن الماتش ده ولا هو مسؤول عن الماتش ده ولا هو مسؤول عن الماتش ده فانت خسران مثلا 3-4 ماتشات والمدرب الجديد مش مسؤول عن 3-4 ماتشات الدنيا بتبوظ منك يعني فمهم جدا انك انت يكون عندك اختيار صح طبقا لقواعد واسس سليمه
اسس زي ما قال الاستاذ جمال ان يكون عندك لجنه. يعني لو كنت مجلس اداره وما عندكش قدرات فنيه موجوده يعني متخصصه في كره القدم لابد ان تكون عندك لجنه. لذلك النادي الاهلي دايما حريص ان يكون عنده لجنه الكوره, لجنه التخطيط, تكون ناس بهذا الشكل موجوده عشان تقدر تشوف عندها خبرات. بالظبط عندها خبرات, لازم هم دول اللي يديروا كره القدم. يعني ناس لها قدرات وخبرات في كره القدم عشان تختار تبقى الاسس. حتى اختياراتها للاعيبه بيكون فيها مواصفات معينه وشاف اللاعب ده يقدر يديك ولا ما يديكش, سنه, قدراته, سرعاته, امكانياته, ارقامه, ما يضحكش عليهم. بالظبط يعني مش مجرد اسماء يعني. انت عارف مهم جدا. انا كابتن انا نفسي في ايه؟ نفسي كده نادي يكون المدرب بتاعه واخد كل البطولات ويجي النادي اللي يقول له شكرا عملت اللي عليك رغم ان هو واخد كل البطولات, احنا عندنا مرحله جديده برؤيه جديده ونجيب مدرب تاني يبدا يشتغل. يعني حصلت في البايرن, البايرن كان مدرب على اعلى مستوى هانكس اعتقد حصل على بطوله الدوري وبطوله الكاس. انت قصدك ان هو يبقى جايب بطولات وعامل كل حاجه هو ده بس الاداره الفنيه انت شايفة دورك شايفه انت فعلا عملت اللي دورك انتهى لكن عندنا رؤيه ثانيه. خبر في بدايه في الانترو اللي هو المدير الرياضي لاستون فيلا مش كده؟ هم بعد معاناه الموسم اللي فات شايفين انه لابد من تغيير الرؤيه. بالظبط برافو عليك. ويمكن ده حصلت مع النادي الاهلي مع لاسارتي لما كان واخد الدوري في النادي الاهلي. شايفين انه شايفين ان الاداء الفني بتاع الاهلي مش رغم ان الاهلي واخد البطوله. صحيح. طبعا بطوله الدوري اللي فوز بيها هي بطوله الدوري. انا وجهه نظري ان بطوله الدوري هي الاهم وهي البطوله اللي بتعبر عن قوه الفرق ونفسها الطويل وقدرتها العاليه يعني. صحيح. فهو خد لك البطوله الاهم اللي هي بطوله الدوري يعني. لكن الاهلي شايف ان هو ما قدرش يعني يحقق اهدافه الاداء الفني بتاع الفريق مش على قدر مش على قدر الوضوح. وقال له شكرا جزيلا وكرمه وانتهت القصه. طب اخر سؤال لحضراتكم معلش وقتنا خلص لكن سؤال مهم جدا, فين دور اتحاد الكوره من الموضوع؟ يعني هل حضراتكم من الطبيعي ان اتحاد الكوره يجي يقول لك المدرب اللي بيدرب في الدوري المصري لا يستطيع ان يدرب نادي اخر في نفس الموسم؟ يعني ما فيش مدرب يقال من نادي اكس بعديها بثلاث ايام الاقيه في نادي زد. فايه رايك في القرار؟ لا مهم طبعا. بص هو اتحاد الكوره طبعا انا مش بتكلم على اللجنه الخماسيه لان دي لجنه مؤقته, انا بتكلم عموما على وجود مجلس اداره اتحاد كوره في اي وقت لمده 4 سنين. اتحاد الكرة ما بيعملش الحاجات اللي تفيد الكرة, هو كل تركيزه في حاجات معينة اللي هي أنا هكسب كام نادي وأعمل هكسب كام صوت في الجمعية العمومية. أنا بكلم حضرتك بجد بدليل إن في ناس أصبحت مع كل الاحترام ليهم بقى دي مهارة عندهم وموهبة بقى هم خبراء في جمع الاصوات ان هم هيجوا. ده احنا هنجيبكم في الانتخابات ده هنجيبكم ولا انا بتكلم حضرتك. فهي الفكره النقطه دي من يعني ممكن يكون من اختصاص يعني يجي اتحاد الكره يقول لك انا السنه دي يا جماعه المدرب اللي هيخرج من نادي ما يقعد سنه كامله. عارف ده الاستاذ جمال قال نقطه مهمه. انا هكمل لك النقطه بقى الاخيره واقول عليها برضه. لابد مش احنا بنتكلم على ان في اداره فنيه في النادي؟ طب ما بالك باتحاد الكورة. اتحاد الكورة اللي هو يجب أن يكون عنده إدارة فنية غير مجلس الإدارة. المدير الفني يعني زي ما يبقى عندك رابطة دوري, رابطة لإدارة دوري المحترفين دي حاجة طبيعي. يبقى عندك إدارة مهمتها عمل الإجراءات الضرورية لأن يبقى عندك دوري محترم. يبقى عندك قواعد وقيود في انتقالات المدربين. صحيح. ما يبقاش مثلا 5 مدربين ألاقيه سقط امبارح هنا تاني يوم في نادي تاني, سقط هنا راح في رابع يوم. صح ولا غلط؟ تمام. هي دي المشكله. فاتحاد الكوره المفروض ان هو بيدير زي مجلس اداره النادي. مجلس اداره النادي لا يفترض انه مجلس الاداره يبقى فاهم كل حاجه, فبيعمل ايه؟ بيلجا للمتخصصين. صحيح. في كره القدم, في الاعلام, في كذا, في التسويق. مش ده اللي بيجرى؟ تمام. يبقى نفس الشيء بالنسبة لاتحاد الكرة أو من باب أولى اتحاد الكرة يبقى عنده دراسات فنية. أنت عمرك سمعت أن اتحاد الكرة عمل دراسات فنية؟ لا عايزين نشوفه إن شاء الله هنشوف لكن بالضبط. أنا حابني على الكلام اللي قال الأستاذ جمال أن أحد المهام الأساسية لاتحاد كرة القدم اسمه اتحاد كرة القدم هو تطوير كرة القدم. بس وعشان تطور كرة القدم بتطور المدرب, بتطور الحكم, بتطور اللاعب, بتطور كل أدوات المتابعات. يعني مثلا يعني جزئية بعيدة كده عن المدرب يعني. يعني لما كان منتخب مصر بيعاني لعدة 7 سنوات من غياب المهاجمين اتحاد الكرة لم يسعى على
الاطلاق ولم يتخذ اي خطوه للبحث عن حل لهذه المشكله. هيبحث عنها في اتحاد الكره في مسابقات وفي الناشئين، لازم يجيب مهاجمين، عند عجز مصر فيها عجز في المهاجمين. هل اتحاد الكره اوجد حل لغايه دلوقتي؟ لم يوجد حل لغايه دلوقتي. كذلك المدربين، هل اتحاد الكره يهتم بالمدربين وعنده دورات حقيقيه للمدربين؟ كابتن هاني دورات المدربين فيها مهازل. انا محمد لازم اجيبك تاني استاذ جمال، لان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده احنا عاملين له ملف اخر وهنتكلم فيه باستفاضه، لان ده موضوع مهم جدا جدا جدا. انت تعرف الشهادات التدريبيه عندنا للاسف، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، يعني غير مؤهل على الاطلاق وغير معبره عن مستوى المدربين في مصر. حاجات كتيره جدا ان شاء الله. بص كل ملفات اللي تهم حضرتك وبتهم الساده المشاهدين اللي فعلا احنا من خلاله عايزين نرتقي الى مستوى كره القدم ونوصل، مش هنوصل للعالميه في يوم وليله لا، لكن نحط رجلينا على الطريق الصحيح ان شاء الله. كانت مناقشه ويعني جميله جدا جدا، واستفدنا من حضراتكم. استاذ جمال زويري طبعا بنشكرك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. استاذ محمد دوسي نورتنا وشرفتنا، وعلى وعد ان شاء الله بلقاء تاني ان شاء الله. سعاده يا فندم بالتواجد معاك، وسعيد على كل المصريين وكل جماهير اهل في كل مصر. ربنا يخليك، كل سنه وانتم طيبين. معانا فاصل دلوقتي، وبعد الفاصل استنونا انا وسهام مع ضيف ونجم كبير انتم بتحبوه. بعد الفاصل في ليلة العيد البيت الكبير بيجمعنا مع نجم كل الناس بتحبه، نجم من طراز فريد، موهوب، ربنا خلقه موهوب، علشان كده الكورة في رجله بتكون مبسوطة. هو النجم أحمد الشيخ. كابتن احمد منورنا، اخبارك ايه؟ اتفضل. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. كل سنه وانت طيب، منورنا يا احمد في البيت الكبير، وكل سنه وانت طيب ودايما دايما متالق. ايه رايك؟ لا ما شاء الله. في اللي انت شايفه ما شاء الله صرح كبير ما شاء الله، احنا مبسوطين جدا طبعا باللي احنا شايفينه ده في قناه نادينا، وحاجه تشرف بجد، وده اكيد انتوا ملاحظينه، الجمهور مبسوط جدا. ف انت ردود الفعل شايفها ازاي؟ الناس اللي بتكلمك واللي بيتواصلوا معاك؟ احنا كلعيبه مبسوطين جدا طبعا، والجمهور مبسوط بشكل كبير جدا، وده اللي احنا لامسينه فعلا، وكان لازم الفكره دي كانت من زمان، بس الحمد لله ان احنا حضرنا حاجه زي كده، صرح كبير زي كده، وبتمنى لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. منورنا يا منورنا النهارده، هنتكلم معاك كتير قوي وكواليس كتير قوي قوي قوي. بس قبل ما نتكلم معاك في تقرير بيرحب بيك، بيرحب بيك وليك وعشانك. كل سنه وانت طيب. نروح التقرير ونرجع مع نجمنا احمد الشيخ. احمد منورنا في بيتك الكبير، بس على فكره وانت داخل ما عرفتكش. انا قلت احمد نجعم نيو لوك ما شاء الله يعني. انا مش قصدي والله يا كابتن، يعني انا لما جت علينا طبعا فتره الكورونا ما كنتش بنزل اصلا من البيت، فطبيعي ان انا كنتش بروح احلق، ففجاه لقيت شعري طول، يعني حتى مراتي كل شويه طب احلق، طب انزل روح الحلاق، انا مش عايز انزل، مش عايز يبقى في اختلاط كتير. كنت موسوس من موضوع الكورونا وقلقان القلق يعني والله ده. بص هو كل شيء بقدر الله، لا ممكن ابقى قاعد في البيت وربنا يبتليني، بس احنا بناخد بالاسباب. كمان احنا عندنا مسؤوليه كبيره، يعني عندنا اهل وعندنا ناس كبيره طبعاً في العيله، عندنا اطفال بالظبط. فانا لو مش اخاف على نفسي لازم اخاف طبعا على الناس اللي معايا، فعشان كده لقيت فجاه سبحان الله، يعني قلت اخليها كده لحد ما نرجع ان شاء الله. وبعد ما رجعت بقى يعني ربنا كرمني كده في الماتشين اللي وديين، الناس كانوا مبسوطين والناس شايفين ان في لعيب جديد جه. بس خليك على جنب، قال لك اثبت اثبت على جنب اثبت. انا خلاص انا مش هحلق لما اخد افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لا ان شاء الله باذن الله. انت واحد من اصحاب المهارات العاليه وفعلا يعني صاحب كره حلوه، انت اصحابك اللي اكتشفوك مش كده؟ وهم اللي راحوا قدموا لك. كان عندك كم سنه وقتها؟
كنت تقريبا 9 سنين او 10 سنين تقريبا. مع ان باباك كوير كويس انا عرفت تحت الهواء، لكن مش هو اللي عمل المبادره دي، اصحابك هم في ميدان مولد النبي عليه الصلاه والسلام. هتقول لي ازاي تقول لي بقى الحكايه نعرف الناس؟ لا هو الموضوع طبعا بدا من احنا يعني شباب بنحب الكوره، طبعا بنلعب كوره في الشارع، بنلعب في اي حته. فتقريبا كنت كل يوم. كنت ساكن فين يعني؟ كنت انا من بني سويف اصلا. منطقه الجزيره، بس كنت عايش في ميدان مولد النبي. اوكي. فكنا كل يوم لازم نلعب كوره طبعا بقى. طبيعي. حافين طبيعي عادي جدا. كله طبعا كله عدى على المرحله دي. فاصحابي بقى في المنطقه يعني سمعوا ان يعني في اختبارات في مركز شباب عندنا، مركز شباب ده اكبر يعني مركز شباب الرياضي. الرياضي. اكبر مكان موجود في المنطقه بالظبط. فهم اللي راحوا جابوا لي الاستماره، كان الاستماره انا فاكر كان ب 3 جنيه، فكان طبعا ال 3 جنيه رقم برضو يعني، مش كنا لسه اكيد خدوها منك بعد كده يعني ما تضمكش يعني. لا ده هم طبعا ناس اهل منطقتي دول اليوم خير عليا كبير طبعا جدا طبعا. فانا عشان كده انا بحبهم والحمد لله لسه على تواصل معاهم طبعا، اول ما بنزل البلد لازم اروح لهم. فمن هنا بقى بدات ان انا اروح الاختبارات الحمد لله. اول ما رحت الاختبارات يعني كان ساعتها الكابتن احمد عبد الفتاح الله يرحمه هو اللي صاحب موجود. فضل عليك بعد ربنا طبعا كابتن يعني فضل احمد كبير عليا بعد ربنا. كنت صغير 11 سنه تقريبا بالظبط. فخدني، وكان كمان وقتها ما كانش فيه المواليد بتاعتي يعني، كنت مواليد اكبر مني. فالحمد لله قدرت انا اظهر بشكل كويس، وبدات بقى من هنا لحد ما رحت تليفونات بني سويف بقى وخدتها واحده واحده الحمد لله يعني. يعني نقدر نقول يا احمد انت اصلا ما كنتش في دماغك ان انت تبقى لعيب في الدوري او يبقى لعيب في النادي الاهلي او لعيب في منتخب مصر يعني. يعني احنا مرينا بالمرحله دي واحنا صغيرين، ما كانش يعني كان في ناس عندها ده انا نفسي ابقى اكون، ما جاتلكش الفكره دي خالص؟ لا هكون صريح مع حضرتك، في الاول خالص لا انا بلعب كوره، انا بحبها، حاجه بحبها بلعبها. طب يعني امتى بقى حسيت ان انت لا انت فعلا ان انا حسيت ان انا وكان ليا هدف وحطيت هدف قدامي بالزبط. وحطيت طموح ليا بعد ما ربنا وفاني ورحت تليفونات بني سويف. طبعا تليفونات بني سويف يعني نادي كبير وكان في الدوري ممتاز. فكنت بشوف طبعا بقى الفريق الاول، انا كنت في الناشئين في مرحله الناشئين، بشوف الفريق الاول في نجوم كبيره يعني. احنا جينا علينا فتره تليفونات بني سويف كان في عدد كبير جدا من لعيبه الدوري ممتاز واهلي وزمالك وعملاق المحافظه يعني بالظبط مع نادي بني سويف. فبدات من هنا بقى قلت لا انا لازم ادوس على نفسي عشان اطلع فريق اول واتشاف واظهر للناس، وده الحمد لله ده اللي حصل. قدرت ان انا بفضل الله مع كابتن محمد صلاح كان هو اللي ماسك الفريق اول وصعد بينا الممتاز. قدرت الحمد لله كان عندي 16 او 17 سنه كنت معاهم ان شاء الله. ما كنتش بشارك طبعا في مباريات كتير بس كنت متواجد معاهم يعني. يعني صعدت مع الفرقه للدوري الممتاز بس ما شاركتش بشكل كبير في ماتشات خالص رسميه. بس كون ان انا موجود دي حاجه كبيره بالنسبه لي وعلت وفرقت معايا دي حقيقه يعني. ومن هنا بقى بدات ان انا يعني الحمد لله ببص بقى في حلم عايز اوصل له في بدا الدنيا بالزبط. بالنسبه لك بقى لا انا قادر وحلمي بدا يكبر معايا ووصلت يعني. اكتر فتره حاسس ان احمد الشيخ تالق فيها يعني، حسيت ان انت انا واصل دلوقتي لمرحله تمام. بص عايز اقول لحضرتك حاجه برضه يا كابتن، انا في السن ده من سن 15 سنه تقريبا يعني كنت هموت والعب في نادي. طبعا انت عارف حضرتك عندنا البلاد اللي هي المحافظات بيبقى الموضوع صعب شويه، خاصه كمان الصعيد اللعيبه في لعيبه يعني في مواهب كتير جدا بس طبعا ما بتقدرش محدش يعرف عنها حاجه بالظبط للاسف يعني. ممكن دلوقتي ممكن دلوقتي التلفزيون والسوشيال ميديا والحاجات دي يعني احسن من الفترات اللي فاتت. فكنت اي حاجه اسمع عنها مثلا اختبارات نادي اهلي، اختبارات نادي الزمالك، اي حاجه مثلا في القاهره كنت بروح، كنت بركب مع نفس القطر كنت بركب مع نفس القطر كده واروح اروح اقعد استنى قدام النادي اختبارات واعمل اختبارات زي اي لعيب. وكنت كان نفسي يعني كان نفسي دي كان كانت فتره صعبه عليك يا كابتن احمد جدا يعني. كنت بقى لفيت على انديه مصر كلها تقريبا فعلا وكان عندك كام سنه ساعتها يعني لفيت يعني رحت اختبارات الاهلي والزمالك ولا لفيت 16 سنه وكان في كمان فتره طب وكنت بتترفض طبعا بتترفض ليه؟ بترفض ليه؟ مش عارف ممكن ما بيبقاش في فرصه الاختبارات عموما يعني بتبقى تقسيمه و20 لاعب بيلعبوا
وكله بقى بيجري ورا الكوره. فاكر انت ابرز المدربين اللي شافوك وقالوا لك مثلا ما لكش فرصه ودلوقتي بقيت بتقابلهم؟ لا هم عندنا في البلد يعني عندنا في البلد في البلد اكيد بقى بتبص لهم معدي فاكر يا كابتن لا مش فاكر هو كل طبعا كل مدرب بيبقى ليه وجهه نظر بالظبط وممكن الفتره دي انا اكيد كانت ناقصاني كل واحد ليه توقيت اكيد طبعا ربنا مقدر للواحد وقته هو هتجيله هتجيله يعني فتره مصر المقص اعتقد من الفترات اللي يعني عملت فيها شكل كويس قوي 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 والكابتن طبعا ايهاب جلال اعتقد كان ليه بصمة عليك على المستوى النفسي وعلى المستوى الفني كمان يعني احكي لنا الفتره دي عدت عليك ازاي الكابتن ايهاب يعني هو بالنسبه لي مش مجرد مدرب لا هو يعني زي والدي بالظبط مش كلام يعني ليه فضل عليا كبير جدا 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 من هنا السنه الجايه مش هقدر اديله حقه بصراحه يعني افادني كتير جدا استفدت منه كتير وتعلمت منه حاجات كتيره جوه الملعب وبره الملعب نفسيا بيتعامل معايا مع اللعيبه كلها صراحه يعني بس معايا انا خاصه يعني حتى اللعيبه كانوا بيقعدوا ابوك ها ولا بيقولوا ابوك ده ابوك صح بالظبط فانا بصراحه بحب النوعيه دي من المدربين وفي لعيبه يعني محتاجه الحاجات كده يعني الحاجات اللي زي كده يطمنهم نفسيا يعني بالظبط نفسيا يعني هو اللعيب اصلا اللعيب المهاري عموما او اللعيب اللي بيحب الكوره او اي لعيب عموما لازم تتعامل معاه يعني كمدرب لازم نفسيا يكون اول حاجه بالظبط يكون واحد. مهيئ نفسيا ان هو عشان يدي في الملعب دي حاجه رقم واحد ونبي في كل الشغلانات كده برضه بالظبط والله مش في الكوره بس لا المهم كمان في الكوره عشان يمكن احمد كمان مهم جدا لان اللعيب يبقى تحت ضغوط كبيره جدا بالظبط والضغوط ديت لما بشكل من الاشكال اللعيب عنده ضغوط في الملعب عنده ضغوط اسريه عنده ضغوط فنية فهو لو المدرب ما اشتغلش مع النقطه ديت مش هطلع منه حاجه بالظبط يعني دي نقطه مهمه جدا انا عارف ان ايهاب جلال بيشتغل عليها بشكل جداً كويس وسامع كمان ان فايلر بيشتغل عليها بشكل كويس يعني ممكن بالظبط انا في حوار بينك وبين في الكلام فعلا كنت لسه اقول لحضرتك ان مستر فايلر يعني شبه كابتن ايهاب شويه يعني مع اللعيبه كلها بصراحه يعني قادر ان هو يتعامل مع اللعيبه كلها عارف كل لعيب مدخله ازاي وهو ذكي جدا في الحته دي فنرجع تاني لكابتن ايهاب بقى عشان بصراحه لازم اديله حقه مع طبعا مع جهازه الفني طبعًا. كابتن حمد وكابتن جمال عمر ومجلس اداره المقصه وكابتن مصطفى كمال الناس كلها مش عايز انسى حد الناس دي بصراحه يعني في الفتره اللي انا روحت فيها المقصه اشتغلنا بشكل كويس جدا كان عندك كم سنه يا احمد كان عندي 20 سنه 20 21 سنه اول سنه ليا في دوري ممتاز مع بشارك يعني بشكل مستمر الصفقه دي تمت ازاي صفقه مصر المقصه من بني سويف لمصر المقصه ازاي المقصه احنا طبعا لما كنا في الدوري الممتاز تليفونات بني سويف كان وقتها الكابتن ايهاب جالنا في نص الموسم كان ساعتها مسكنا الكابتن احمد شعبان ده من ابناء تليفونات بني سويف وجالنا الكابتن ايهاب بقى في يناير واشتغل معانا لحد اخر السيزون كنا ماشيين بشكل كويس جدا بس للاسف طبعا يعني نزلنا درجه ثانيه في ماتش لعبنا ماتش فيصل ومع نادي الرجاء ونزلنا درجه ثانيه بعدها ب 20 يوم تقريبا كابتن ايهاب راح المقص فبقى الموضوع بقى اختلف يعني فروحنا ثلاث لعيبه انا واحمد سامي واحمد مسعود وبس احنا الثلاث لعيبه رحنا احمد سامي كان معاك كان معايا في التليفونات وبعدين بعد ما نزلت رحنا كده شروه واحده كده مع بعض عشان ايهاب عارفكم يعني بالظبط يعني كابتن ايهاب طلبنا اول ناس نبقى معاهم تمام فبس الصفقه تمت كنا تقريبا احنا الثلاث لعيبه رحنا مليون جنيه او وتألقت في مصر المقصه واحرزت ثمان اهداف ويعني عملت برضو شغل كويس شفت لا لا, لا ما شاء الله عمل شكل كويس قوي وكمان كان امسك الخشب كان احمد كمان ظهر في مصر المقصه اعتقد كان حسين بيلعب انتوا عاملين جبهه حسين عاملين جبهه مميزه جدا افتقده بصراحه بتمنى له الشفاء طبعا ربنا يشفي يا رب ويرجعه بالسلامه لا حسين اللعيبه هو اصلا مش باك رايت يعني هو عمره ما لعب المكان ده هو سبحان الله كابتن ايهاب لا هو كابتن ايهاب في السنه دي اللي هي ثاني سنه في لعيبه يعني عندنا مثلا احمد داوود عمره ما لعب نص ملعب كابتن ايهاب وظفه ان هو يلعب في نص ملعب
طب يا كابتن ازاي هتلعب نص ملعب؟ وفعلا احنا بعد كده بعد لما لعبنا ماتشات ودخلنا بقى في جو الماتشات وكده، لا في فرق، في فرق فعلا. هو قاصد حاجات معينه، قاصد ان لعيبه الكوره تكون في نص الملعب كتير، تمسك كوره، وده اللي كان بيحصل. هو بيحب لعيبه الكوره بالظبط تطلع الكوره، تطلع حلوه ما فيش كوره. طبعا يعني نعم. كان بيخلي ضربه المرمى ما تتشطش يعني بنلعبها نطلع بيها. لو حد شاط الكرة بهدلة والله العظيم بجد. لا هو طبعا ايهاب مدرب كويس. انت كمان يا احمد مع ايه البوزيشن اللي ممكن، يعني احنا عارفينك طبعا بتلعب طرف يمين وطرف شمال، كابتن ايهاب موظف ما شافش في احمد الشيخ ممكن يتوظف في حتة تانية في نص الملعب مثلا؟ يعني لو في طريقة 4-3-3 ينفع يلعب 8 اللي هو بوكس تو بوكس، انت عندك امكانيات مهاريه كويس قوي، ممكن الامكانيات الدفاعيه وانا هتكلم معاك فيها يمكن عايز اشتغل عليها. لكن ما جربتش او ما شفتش مثلا في تمرين انك ممكن تلعب 8 في وسط الملعب اساس تكمل بشكل كويس؟ هو الـ مع كابتن ايهاب لا ما جربتش الحقيقه، بس مع مستر فايرر جربني فيها فعلا. ماتش ودي ولا ماتش بينا اول ما رجعنا عملنا ماتش بينا ميكس عملنا ميكس كده بينا وبين بعض. لعبت 8 والحمد لله. هو اتفاجئ اصلا من يعني فعلا. طريقه الدفاع بتاعتي انا انت بتعرف يعني تدافع بقى يعني والله العظيم بجد يا جدع انا بعرف ادافع جدا يعني جامد جدا يعني لو في احصائيات كابتن ايهاب كان بيعملها لنا بعد كل ماتش يعني بفضل الله كنت من اكتر الناس اللي بقطع الكرات. بس طبعا الناس واخده يعني الناس واخده شكل الدفاع بشكل مختلف بالظبط. بالظبط، خاصه كمان يعني احنا ممكن في المقصه كنا بنهاجم كتير فالكره معانا كتير، فالدفاع بيبقى مش دايما بندافع كتير. وكابتن ايهاب كمان كان بيلعب بطريقه مختلفه، كنا بنلعب 3 نص ملعب، فشويه رقم 8 ده بيغطيني شويه. بيبقى في كفرنج عليك شويه لان هو بيقول لك نص الجناح ما يرجعش لغايه الباب، هو بيخلي واحد 8 بالظبط، 8 هو اللي 8 هو اللي بيروح يقفل بالظبط كده. بيسيبك اول ما الكره بنقطعها على طول في بقى 3 ايه وحوش قدام بيطيروا. حسين الشحات بقى كان بيسيبك تدافع لوحدك؟ حسين اصلا يعني عايز اقول لك هو اللي بيسيبك. هو معانا على التليفون عشان يقول الو يا احمد الشيخ انا اللي بخليك تهاجم احمد. مش عايز اقطع حبيبي يا شيخ، احنا اجابه واحده يا شيخ. حبيبي يا استاذ لسه والله هقطع فيك دلوقتي. لسه هيبدا. حسين منورنا يا حبيبي. حبيبي يا كابتن ربنا يخليك يا رب. عامل ايه يا كابتن؟ ربنا يخليك. لسه كنت بتكلم مع احمد بقى الجبهات بيسيبك تطلع، ويعني الراجل لسه كان بيتكلم عليك بكل خير. لسه بيقول كان مدلعك صحيح. وهنا برضو جايب سيرتك كتير مظبطك برضو. عامل ايه؟ عامل انت ايه؟ كويس؟ كله تمام الحمد لله. والله انا في الشارع والله يا جماعه، فتلاقي الصوت بقى بايظ خالص. ما صوتك متغير عن الاستوديو خالص. انا في الشارع. الشارع بقى. طيب الله يخليك. بتقطع فيها يا شيخ؟ ما اقدرش، انت عارف يا جماعه. قول لنا يا حسين تقول ايه لاحمد؟ نعم يا كابتن. تقول له ايه؟ تقول لي ايه؟ طبعا زميلك ومشوار طويل جدا مع بعض. شيخ حبيبي يا كابتن والله، يعني نقابل مقصه واحنا طالع عينينا مع بعض يا كابتن والله يعني. الشيخ لعيب كبير يا كابتن، وزي ما انا كنت معاك قلت لك الشيخ لعيب كبير، والشيخ يتبادل اي مكان هو فيه. لعيب كبير بيعرف يجيب جول سواء برجله سواء بدماغه سواء مهاره سواء اي حاجه. الشيخ لعيب كبير يا كابتن. احمد الشيخ يشبهك في ايه يا كابتن حسين؟ سواء في الملعب او بره الملعب؟ جدعنته. حبيبي يا سهل. بره الملعب ايه؟ انا بقول لك بره الملعب جدعنته بتلعب الكوره بقى. كل الكوره بقى كل واحد بقى عشان بظبطه. سمعت دي ولا لا؟ اساله يا كابتن. انا عامل له كور كتيره والله، بس انا عشان بظبطه وبعمل له كور. لا كتير لا شيء كتير. شيء كنت انا وهو جابها واحده ما كنتش يعرف مين فينا الباب. دي حقيقه. انا اتفرجت كتير على ماتشات المقصه، كان بشوف ان حسين طالع وينج رايت عمل لي جوال كتيره جدا في فتره المقصه بصراحه. هو وانا بديله والله كور كتيره، بس هو اللي بيضيع. هو اللي بيضيع بقى. شفت بقى انت مالكش دعوه. فاكر العارضه؟ كان كل شويه مثلا خلاص هيجيب جول في العارضه، اكتر والله العظيم اكتر من 5 كور بجد في حوالي 10 ماتشات.
في العرض يا ابني. انت بتبقى حاجه يا ابني، انت عليك ند. اه والله يا كابتن، في المقاصه انا كنت بنشف العرض بس اول سنه دي في المقاصه. ما بيعملش حاجه ان هو ينشف العرض. وايه بقى كابتن في العرض؟ في العرض في الناحيتين غريب، بتترد في العرض هنا والعرض هنا. طب يا حسين عليك ند يا حبيبي، عليك حاجه، اذبح اعمل اي حاجه. طيب طب غمض عينك وانت بتشوط يبقى تخش. بص على الجول، اليمين والشمال كله في العرض، في العرضتين، العرض اللي هو تيجي في العرض وتطلع وماشي على خط الجول. اول سنه دي فعلا كانت غريبه، اول سنه دي كانت غريبه، بس الحمد لله ربنا فتح عليك بقى، فكيتوا العمل بقى. ازاي ازاي ما اعرفش والله، دبح حد من عياله بعد الشر. لا منورنا يا حسين، ودايما عايزين بقى نشوف ان شاء الله قريب بقى الدويتو دوت، نشوف حسين ونشوف الشيخ مع بعض باذن الله، لان التحديات اللي جايه كتيره جدا يا حسين، واحمد عارف الكلام ده كويس. المشوار مشوار الدوري بالرغم ان احنا متقدمين بنقط كتيره لكن لسه ما خلص، وكمان بقى الاكبر الجائزه الكبرى زي ما بنقول افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله افريقيا باذن الله نقدر نحقق السنه باذن الله. ربنا معاكم يا كابتن، شكرا ليك. بالتوفيق. شكرا ليك وبالتوفيق ليك. من مصر المقصة للأهلي في 2015، كلمني عن الفترة. 6/8/2015. 6/8 أنا فاكر اليوم ده. 6/8/2015. 2015، يعني بعد كام يوم هتحتفل بالذكرى دي إن شاء الله. إن شاء الله. كلمني عن المفاوضات دي تمت إزاي؟ لا الموضوع كبير جدا. الموضوع بدأ الأول طبعا بدأ في شهر واحد أول سنة ليا في مصر المقاصة، كنت الحمد لله ظهر بشكل كويس. بدأ الأول كان نادي الزمالك هو اللي بيتفاوض معايا، وبعدين حصلت لي يعني حصلت لي إصابة، وبعد كده هم يعني شافوا إن خلاص يعني وجهة نظر إن أنا ما مش محتاجيني يعني. فالحمد لله رجعت من الإصابة وقدرت إن أنا في آخر ماتشين، كان واحد ضد الزمالك ومنهم يعني من الماتشين دول، وكان واحد ضد اتحاد الشرطه، فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا اظهر بشكل كويس جدا قدام نادي الزمالك. فالموضوع بدا بقى بعد كده يعني بعد الدوري بالظبط. بعد الدوري بقى النادي الاهلي اتكلم معايا الاول، هل عندك رغبه؟ قلت لهم طبعا يعني من غير تفكير. فكلموا طبعا اداره النادي في المقصه، اداره محترمه جدا اللي هو محمد عبد السلام، اللي هو محمد عبد السلام والاستاذ محمد مجد. طبعا اتكلموا معاهم، وكنت انا لسه يعني لسه اصلا اول سنه ليا في المقصه، فالناس يعني ماضي 5 سنين. فالموضوع طبعا هيكون صعب، اكيد عايزين يستفيدوا مني ماديا لو موافقين. فالمفاوضات خدت فتره كبيره جدا طبعا بقى، مع مشاكل مع قصص يعني. ما خدت وقت طويل علشان كمان طويل، انت لسه اول سنه رايح، الناس عايزه تستفيد منك. انت لو خدوا منه سنتين ثلاثه هم كمان يعني كانوا بيتكلموا معايا ان لا طب هم باصين لك عايزين تطلع بقى. عايزين بالظبط. هم عندهم يعني فكر احترافي شويه، ان لا احنا بنجيب اللعيب سنه صغير بننجمه بيظهر معانا ونستفيد منه بقى، وان هو يطلع بره مصر يعني. فهو هو ده كان فكرتهم يعني. بس طبعا انا يعني انا قصرت عليهم، هم بصراحه يعني بجد يعني انا ليهم فضل عليا كبير بعد ربنا طبعا ان انا موجود في النادي الاهلي. فمش هقدر عليهم بقى كلام، لا يعني الضغط الطبيعي اللي هو الطبيعي يعني. انا نفسي طبعا وحلم، مش حلم لاحمد الشيخ بس، ده حلم اهل احمد الشيخ وحلم بلد احمد الشيخ كلها. اصحاب يعني اصحابي المؤمنين بيك انا عايز يعني عايز اقول لكم اليوم اللي دخلت في النادي الاهلي البلد كلها يعني فرح بجد يعني. احنا بني سويف يعني بفضل الله الواحد هناك يعني الحمد لله رب العالمين محبوب، فالناس كلها يعني مكالمات والناس مبسوطه يعني. كل يعني الاسره كلها اهلاويه ولا في الاسره في حد ينتمي؟ الاسره كلها اهلاويه بس العيله في زملكاوي. اوكي لكن الناس كلها فرحت لك اكيد. بالظبط. وليا اصحاب يعني ليا اصحاب اقرب ناس ليا فيهم منهم زملكاويه طبيعي يعني. بالظبط. بس هي في الاول وفي الاخر كل واحد وميوله، كل واحد شايف الخير فين، فبيتمنى الخير لصاحبه يعني. طب احنا هنعمل لك اختبار متعودين نعمله يعني اختبار صوت. انا اختبار صوت انت عارف. وانت هتقول الو. الو الو نسيت صوتي يا استنى بس اتكلم تاني كده. استنى بس. لا انا مش محمد فؤاد عشان تعرفني من محمد مرغني. ايوه مرغني. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. ازيك يا سلام؟ اخبارك ايه؟
ازيك اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وانتم طيبين. مبروك عليكم التطوير كله زي ما متعودين دايما في الصداره ان شاء الله، وبالتوفيق يا رب وتسهروا الدنيا اكثر واكثر. الله يخليك. الله يخليك. قول لي هتعمل ايه بكره بس يا حمدي الاول؟ بكره ان شاء الله الطقس الجميل بتاعنا ان شاء الله ربنا يقدرنا كده بالحياه الصبح. بعد كده ناكل الكبده بتاعت الاضحيه. ايوه أهم حاجة. بس ابعدوا عن كابتن أحمد الشيخ. لا لا بعيد. ابعدوا عنه. لا كل سنة أنت طيب، يعني عيد سعيد عليك وعلى كل الأسرة كلها، وإن شاء الله بإذن الله تكون دايما في أعياد. عايز تقول إيه لأحمد؟ إيه من السماء؟ تقول إيه لأحمد؟ ما تقطعش بس. أحمد أخويا وحبيبي أحمد الشيخ بعيد، أنا هتكلم بعيدا عن الكورة لأن ما شاء الله بتحكينا شوف كل حاجة على الكورة. أحمد على المستوى الشخصي من الشخصيات الجميلة. أحمد ابن بلد، جدع، سباق بالخير دايما، يعني أحمد في أي مناسبة أي حاجة هو لو هو بيسأل ما بيأثرش، عنده الحتت دي. ربنا يزيده يا رب من نعيمه، وأنا يعني يزيده من حب الناس ويحقق له حلمه أكثر وأكثر. أحمد هو عارف، هو عندي أحمد من صحابي الجدعان. أحمد الشيخ من الناس المقربين، وبتمنى له التوفيق يا رب. وهو عارف بقى، بقول له يلا خلص برنامج والدنيا تفتح وتعالى نتقابل ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يكرمك يا حبيبي. حبيبي واحمده بالتوفيق يا رب. ربنا يخليك يا حبيب قلبي. شخصيات محترمه جدا، انا شخص بحبه جدا جدا يعني. بس ملوش في كره، شكله كده ملوش أو مش قوي يعني. حسيت انا في بعيد شويه عنك. هو بعيد طبعا بحكم شغله. ما بتلعبش كره خالص بحكم شغله. الموضوع بالنسبه له ربنا يعينه وربنا يوفقه يا رب ان شاء الله، واشوفه كده متالق دايما. بس علاقه يعني نجوم الفن بالكره يا حمدي دي من زمان مش من دلوقتي. والله دايما اصحاب في حاجه. هي ليه هقول لك يعني، هي لان بنبقى سهل مثلا انا بحب احمد الشريف كلعيب او هو بيحبني كمان، بنبقى سهل نتعرف اكثر من يعني، بيبقى عندنا وسيله تواصل اكثر مثلا مع حد من الجمهور ممكن يكون نفسه يتعرف على احمد الشريف بس هو مش قادر غصب عنه يعني. لغه التواصل انا مثلا خلاص بحب كابتن عم، بحبه فلان وعايز اوصل له، فسهل من مقربين من اصدقاء، من بنتقابل في اماكن كتير عامه في افراح زمايلنا. شكرا. سهل ان احنا نتلاقى يعني. هو بقى شبهك في النيو لوك الجديد ده، مش هتكتشفه؟ معقوله بيت امور زي لا ازاي بقى ما حدش يعلي عليك يا حمدي. الناس بيقولوا لي فعلا انت بقيت شبه حمدي. بقول لهم يا جماعه لا حمدي احلى بكتير يعني، انتوا بتهزروا اكيد. يبقى اكتر سنه بقى كمان وتعالى مثل المكان. اقدرش. طب حمدي ما بتلعبش خماسي كده مره يعني؟ ولا ثلاثي حتى. مفيش. والله بروح اعلق وبالعافيه. صحابي اصلا مقربين يعني، اسس ربيع توته كلهم بيلعبوا كوره. كلنا بنتجمع. بتتجمعوا تلعبوا خماسي؟ لا بس بتتابع له اكيد ماتشات يعني. ولا لا؟ لا طبعا. لا لا بس قول الحقيقه يا حمدي. لا لا والله بتفرج يعني، والفتره دي كلنا ما ورناش حاجه غير الفرجه يعني، قاعدين قاعدين. صح. لا بتفرج والله في العاب يعني، وانا يعني عشان انا دايما اطلع بصراحه اقول انا ماليش في الكوره قوي وبتاع، انا ماليش قوي لان كنت زمان متابع وجات فتره كده فصلت، فبخاف اقول ان انا كروي فيسالوني عارفه الاسئله، طب مين اللي بيلعب يحرجوك. ما كنت عايزه اسالك ايه اكتر ماتش عجبك لاحمد الشيخ، بس يعني حاسه بيه. بس انا يعني انا يعني من خلال برنامجكم بقول لا اهلاوي، انا مراتي اهلاويه من يوم ما اتولدت. هي عضو فعلا اسراء شبابها ربنا كرمني وعملها. وانت اكيد اهلاوي، انا عارفه انت اكيد اهلاوي. انا عضو في النادي يعني. ما طبعا طبعا. ماشي. اهلاوي يعني، ودي اول مره تقريبا اقولها، انتوا وقعتوني في الكلام. لا خلاص اتخذت خلاص. ليله العيد كل سنه وانت طيب. وانت طيبين. كل سنه وانت طيب يا حمدي. وانت طيبين. سلامنا الاسراء. كل سنه وانتم طيبين. بالتوفيق يا رب، ودايما قناه الاهلي كده في الصداره ان شاء الله. شكرا ليك. نورتنا. طيب
حبيبي يا جميل، شخصية جميلة، جميلة جدا. ليك أصحاب كتير من الوسط. مين تاني من الوسط الفني من أصحابك يعني؟ لا في كتير، في كريم عفيفي وفي أس الشلة بتاع مسرح مصر، الشلة كلها بتاعت وعلي ربيع كلهم ناس زي محمد عبد الرحمن توتا. لا كلهم صراحة يعني. ما تيجي نعمل ماتش معاهم أحمد فهمي؟ يلا هما بيلعبوا والله. احنا بنتجمع امتى؟ طيب بنتجمع كده، بيتجمعوا كل فتره مثلا لو في اجازه. طيب بيروحوا يلعبوا بتاع، انا اوقات بروح اتفرج عليهم واقعد اضحك بقى. اللعب كله لعب كله جميل يعني. لا هم ظراف جدا ولذاذ جدا وعاملين حاله حلوه. حاله حلوه جدا ما شاء الله عليهم يعني، ربنا يوفقهم كده واشوفهم باذن الله في اعلى الاماكن يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. دخلت بقى النادي الاهلي يعني. خلاص مفاوضات كتير قوي، وكانت المفاوض راحة جايه، وكان مصر المقصه بيشايفك ان انت لا انت بالنسبه لهم انفستمنت كويس، هتطلع في اوروبا ويجيبوا فلوس. خلاص النادي الاهلي، دخولك النادي الاهلي واول لقطه ليك في النادي الاهلي، احكي لي. عايز اقول لك يا كابتن، انا قبلها بيومين ما بنامش يعني، قعدت يومين والله بجد ما بنامش، بفكر بقى خلاص الموضوع، انا مش مصدق ان الموضوع خلص. وبفكر بقى طب انا هعمل ايه؟ يعني معقول انا هدخل النادي الاهلي بقى اللي انا بشوفه طبعا في التلفزيون واللعيبه والكلام ده كله، فمش بالظبط في رعبه مش طبيعيه يعني. لكن اول ما دخلت النادي والله بجد يعني ما كنت حاسس ان انا طاير يعني، حاسس ان انا كده في حاجه غريبه والله العظيم بجد، مش ببالغ يعني. لحد بقى ما رحت دخلت اوضه اللبس، استقبلني بقى عم حارس اول واحد. حارس طبعا اول ما لقيته جاي لي كده جايب لي اللبس لا بجد يعني. لا تاريخ جوه النادي يعني. وفي ناس كتيره طبعا يعني، طبعا مش متعارفين بالناس عارفاه، لكن لا في ناس كتير قوي من عمال ومدربين مش معروفين، بس لا بيتعبوا معانا جدا، وهم بيكونوا سبب في اي بطوله احنا بناخدها يعني. طب النهارده كان عندكم التدريبات الساعه 9:30 بدري. احنا صايمين. والله كنت صايم النهارده، قدرت تعمل الاثنين؟ طبعا. طب الحمد لله. طبعا. في بقى يعني عدد من اللعيبه كده سالناهم عنك في التدريب ده، خلينا نشوفهم ونرجع تاني. اتفضل. والله يا احمد الشيخ انا اعرفه من 6 سنين، لعيب محترم جدا ملتزم جدا، وخاصه في الحته بتاعتي اللي انا شغال فيها يعني. انا شغال في اقصائي تاهيل، هو لما بيتصاب اصابته مريحه جدا، مفيش اي مشاكل خالص، مريح في مواعيده، مريح في التزامه بالتعليمات اللي انا بقول له عليها يعني بصراحه. وبعدين انا ما شفتش اي مشاكل خالص بينه بين اي لاعب زميل في خلال الفتره اللي انا عايشته فيها. ربنا يوفقه، هو بادئ بدايه ان شاء الله السنه دي موسم كويس، بدا معانا فتره محترمه يعني، وانا شايف ان ربنا هيكرمه ان شاء الله السنه دي وهيعمل الموسم كويس باذن الله. الشيخ طبعا من الشخصيات الجميله جدا يعني، ووحشني والله العظيم النهارده، وبتمنى له طبعا يعني النهارده تكون حلقه مميزه وحلقه جميله، لانه من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات اللي قريبه مني، وانا على المستوى الشخصي بحبه جدا. بتمنى له التوفيق طبعا الفتره الجايه يعني، كمان ببارك له على المستوى اللي ظهر بيه الفتره اللي فاتت دي، ما شاء الله عليه يعني، كان عالمي، فان شاء الله كده مزيد يعني تالق باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله. احمد الشيخ من اللعيبه المهمه بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لنا احنا كلاعيبه، طبعا لعيب كبير طبعا ولعيب صاحب امكانيات كبيره جدا، كلنا بنثق فيه، كلنا بنحبه هنا، وبصراحه الراجل محترم جدا وشخصيه محترمه، وبيلعب بيأدي بيظهر بشكل كويس، ما بيلعبش بيبقى بعيد فتره بيتمرن بشكل كويس. عمر احمد الشيخ ما عمل مشكله مع حد خالص، بالعكس شخصيه محبوبه جدا وشخصيه محترمه جدا، واحنا كلنا بنحبه طبعا. واجتهاده في التمرين طبعا ووجوده في التشكيل الاساسي ده بيدي الفريق طبعا ثقه اكبر، وبيدي الفريق حافز اكبر، وبيبقى اضافه للفريق. فاتمنى التوفيق ليه الفتره اللي جايه ان شاء الله. هاي محمد شيك، هاو ار يو؟ All good. Yeah, you are a good player. You must to play for all team. You are a good player, and I tell you all the best. You are my brother. أحمد الشيخ طبعا حابب أوجه لك كلمة، معلش بقى بوجه لك وأنا قاعد دلوقتي لأني مصاب، بس حابب أقول لك إن أنت من الإضافات الكويسة معنا في الفرقة ومن اللعبة المجتهدة في التمرين وفي الماتشات. بقول ربنا يكرمك يا رب ان شاء الله كده الفتره الجايه ديت تبقى
حاجة كويسة لينا كلنا، تقدر يا رب تفيدنا في الملعب كده بإذن الله بمهارتك ومستواك اللي انت شغال بيه ده إن شاء الله الفترة دي. ربنا يكرمك يا حبيبي كده وتبقى سبب سعد لينا إن شاء الله في الملعب كده، وتفضل تخسر في التقسيمات مني كتير. حبيبي يا شيخ ربنا يكرمك ويوفقك كده يا رب، ويبقى معاك الفترة الجاية ديت ومعانا كلنا بإذن الله نقدر نحقق البطولات للنادي إن شاء الله. ربنا يكرمك يا شيخ. بمسي على أحمد الشيخ النهاردة في الحلقة، أتمنى يبقى ضيف خفيف عليكم وجميل. أحمد الشيخ من اللعيبة كويسة والمهارية، علاقتي بيه علاقة كويسة ومحترمة، يعني لعيب كويس وإحنا بنحبه، واتمنى له التوفيق في النادي الأهلي وتكون حلقة كويسة إن شاء الله. بالتوفيق. ياسر بيقول لك ياسر بيقطع فيها، خدت بالك؟ هو خلي بالك يا كابتن، انا بكسبه كتير لكن هو مش باين. لا هو عشان كسب تقسيم اخر تقسيمه، فطبعا هو اخر حاجه هي اللي بتعلم. يعني اخر حاجه اللي بتعلم مع الناس هو برده اللي بياخدها خلاص. لا ياسر حبيبي شخصيات كلهم شخصيات وديانج شكله بيحبك. هم تقريبا جابوا اقرب ناس ليا في الفرقه، دول يعني بجد اخواتي، مش بس احنا زمايل في الملعب او في الفرقه بس، لا احنا كلنا في النادي الاهلي عموما كلنا اخوات، وكلنا يعني بنستنى نتجمع في المعسكرات او ماتشات عشان بنحب ان احنا نقعد مع بعض فتره كبيره جدا. دي نقطه مهمه جدا نتكلم فيها كمان. انا شايف يا احمد ان الدريسنج روم، غرفه ملابس النادي الاهلي، ليها طابع خاص، كمية الحب، ومن أول ما تخش بتقول العامل ده بقى له 30 سنة هنا، وده بقى له 20 سنة هنا، ولسه بتقول لي على التأهيل. كابتن طارق عبد العزيز طبعا، يعني شخصيات محترمة جدا وشخصيات المجتهدة، يعني بصراحة تعبان معانا جدا هو كابتن نجار الفترة اللي فاتت. يعني في الناس اللي زي دي، زي ما أنا قلت، يعني في الناس الجمهور عموما ممكن ما يكونش واخدين بالهم من المدربين دول او الناس دي، لكن لا الناس دي لازم تاخد حقها. الناس دي بتتعب معانا جدا، بيكونوا سبب بعد ربنا سبحانه وتعالى في ان هم يرجعوا اللعيب. محدش يعرف انهم حاجه بالظبط، لان هم يعني مش ظاهرين قوي للكادر يعني ولا السوشيال ميديا. هم شغلهم ان اللعيب لما بيكون مصاب بيشتغل معاهم، فبيقدروا ان هم ياهلوا اللعيب لحد ما بيرجع يقف على رجليه بفضل الله طبعا، وبالظبط وبينزل الملعب يعني. طيب. فلازم ياخدوا حقهم. لا طبعا اكيد. احنا معانا فاصل صغير جدا، من بعده مكملين في البيت الكبير. اتفضل. اهلا بحضراتكم مره تانية، وبنرحب تاني بنجمنا الكبير في البيت الكبير كابتن احمد الشيخ. منورنا حبيبي يا كابتن. انا مبسوط والله ان انا موجود معاك والله العظيم. احنا مبسوطين كمان يعني، والناس مستنيه يعني، دي ليله العيد واحنا قلنا بنعيد مع نجوم كبار. لا والناس فعلا الناس بتحبك جدا، وجماهير النادي الاهلي بتحبك جدا ومنتظره ان شاء الله منك يا رب. دي لانك موهبه بصراحه، يعني انت فعلا موهبه كبيره، وان شاء الله يعني نشوف الموهبه ديت كسبانه الدوري وكسبانه بطوله افريقيا، وان شاء الله نعمل حاجه كويسه. وانا بتكلم معاك قبل الهوا كان انت قلت لي ليها تجربه في الدوري السعودي، تجربه انت كنت سعيد بيها، كنت فرحان بيها. قبل ما نروح لها برضو كلمني بقى عن، يعني وقفنا عند النادي الاهلي وانت دخلت، وكان عندك رهبه كبيره جدا. الرهبه دي اتكسرت بالنجوم اللي قبلوك بشكل كويس، بالاسره اللي انت شفتها. كلمني بقى بعد كده على المباريات، بدات تشارك بشكل اساسي، بدا المشكله شويه، مش مشكله بدات ما بتشاركش، شفت الحته دي ازاي في اول 3 4 شهور في النادي الاهلي؟ بص يا كابتن، في الاول اصلا انا دخولي النادي الاهلي يعني انا كنتش محظوظ شويه في حته ان كان في على الصفقه ضجه كبيره جدا، وكان في مشاكل، وكان في وقف، وكان في الموضوع يعني ما كانش سهل بالظبط، الموضوع كان صعب جدا، فما كنتش محظوظ للاسف يعني. كان لسه سني صغير يعني، كان تقريبا عندي 21 سنه. في المشاكل، المحيط بالمشاكل والكلام ده كله في نادي كبير زي النادي الاهلي، فاكيد طبعا يعني كنت اتمنى ان انا ادخل النادي الاهلي بدون اي مشاكل وبدون اي وقف والكلام ده كله، طبعا عشان موضوع الاهلي والزمالك والكلام ده كله. بس طبعا يعني الحمد لله مع الوقت
عديت بالظبط. انا حتى في اوضه اللبس اول يوم يعني ماسك المصحف يعني تقريبا قريت القران كله. الكابتن احمد فتحي والكابتن عماد متعب راح جولي وبتاع قلت يلا يا ابني التمرين هيبدا. فقعد يتكلموا معايا وقال بصراحه يعني اللعيبه كبار جدا اتكلموا معايا بشكل كبير. ويعني انا شايف في الاوضه كابتن حسام غالي، كابتن شريف اكرامي، كابتن عماد متعب، كابتن محمد نجيب، يعني كابتن احمد فتحي، ناس انا تاريخ يعني لعيبه قيمه كبيره كبار. فطبعا في رهبه، لكن زي ما قلت يعني اوضه اللبس في النادي الاهلي مختلفه جدا مختلفه والله بجد، يعني بيحسوك ان انت فعلا واحد منهم، واحد يعني اخوهم صغير. فده يعني الحمد لله ساعدني بشكل كبير ان انا موضوع الرهبه ده يخلص من عندي. والحمد لله بدات بقى ايه، اول مباراه ليا كانت في اسبانيا مع فريق اختافي. الحمد لله اديت بشكل كويس جدا وظهرت بشكل كويس. بعدها كمان كان في بقى عندنا مشاكل ما كنتش محظوظ خالص، ما اعرفش بقى اتحسدت ولا ايه. فان كان في بقى تغيير مدربين الفتره دي، فتره كان في تغيير مدربين بشكل بالظبط. طبعا كان في لعيبه اسماء تقيله جدا هم اللي بيلعبوا بشكل اساسي، فكان المدرب اللي بيجي هو مصر على اللعيبه اللي بتلعب، اللعيبه اللي جاهزه. فده طبعا يعني بالنسبه لي قابلت سوء توفيق كبير جدا ان انا ما قدرتش اشارك تقريبا عدد دقائق قليل جدا، وما لعبتش تقريبا غير ماتش واحد بس اساسي في كاس مصر. والحمد لله قدرت ان انا اجيب فيه جولين، كسبنا 3-0. الميزه فيك يا احمد انك حتى لما بتغيب وبتنزل يعني توفيق طبعا ربنا، لكن كمان انت ربنا بتعمل شكل كويس بالظبط. يعني الحمد لله ماتشات كتير طول ما الواحد يا كابتن بيتعب وبيجتهد والله بجد يعني ربنا هيكرمك في اي وقت. دي اهم حاجه ان الواحد يشتغل على نفسه ويشوف هو مقصر في ايه، يشوف هو محتاج ايه يزوده. فاكيد ما فيش غير التمرين. يعني حتى انت لو متضايق او زعلان او محبط انت بالظبط او محبط او اي حاجه او في اي حاجه طاقه سلبيه مش هتطلعها غير التمرين. وده فعلا اتعلمته من اللعيبه الكبار اللي موجودين في النادي الاهلي والله العظيم بجد. يعني يمكن اول سنه اول فتره كنت بزعل شويه بطقمس بتاع يعني مش فاهم كنت بتقول يعني كنت بتعبر عن استيائك ده ولا خالص. لا كنت عمري ما رحت قلت مثلا مدرب انا عايز العب انا ليه ما بلعبش. لا ممكن يعني يوم ما اتكلم مع مدرب اللي انا محتاجه عشان العب وبس، ايه اللي انا ممكن اقدر ازوده عشان اقدر ان انا العب. انا في الاول وفي الاخر انا موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي بس انا عايز العب. يعني انا لاعب كوره، اسمي لاعب كوره مش موظف. فعشان كده يعني بس اكيد كنت بتفضفض مع اصحابك اكيد طبعا زمايلك اكيد ومنهم الكابتن حسين السيد اللي معانا على التليفون طبعا صح؟ ده اخويا وحبيب. ايه الو الو بتضحك على ايه يا كابتن؟ لا عمال اسمع كلام بس الشيخ كان بيقعد يشتكي لك كابتن حسين السيد احنا الاثنين بنقعد نشتكي لبعض صح؟ كنا نقعد بص احنا كنا نقعد نفضفض كتير بقى يجيب همه على همي وشايل لك كابتن هاني كل سنه وانت طيب يا حبيبي عيد سعيد عليك وعلى العيله كل سنه وانت طيب يا كابتن كل سنه وانت طيب ربنا يخليك يا كابتن هاني ربنا يكرمك يا مرض ولما بتفتكروا الايام دي دلوقتي بتقعدوا تقولوا ايه؟ والله احنا الايام دي بتبقى مثلا بتبقى ذكرى يعني حتى لما بنبطل كوره بنقعد نفتكر الايام دي حاجه هي دي اللي بتبقى لنا يعني ايامنا وذكرياتنا وحياتنا واللي عملناه في تاريخنا في الكوره فالحاجات دي اللي بتبقى لنا يعني احسن حاجه في الكوره انك بتكسب صاحب بعد الكوره بتكسب صديق او اخ بيبقى معاك طول العمر هي ده بحس المكسب اللي بقى الكبير يعني من الكوره والشيخ ده اخويا وعشره عمري وجد والله مش عشان بام في برنامج كده بس هو اخويا واهلهم واهلي كلنا مع بعض ومبسوط ان ليه اخ زي الشيخ والله حبيبي يا سحس انا مش هقطع فيك يعني بص بعد الكلام اللي هقطع ولا بعد الكلام الحلو لما لقى الكلام ده قال لك بس خلاص انا عليك لا حسين يعني بجد هو قال حاجه فعلا يعني الكوره ممكن اصدقاء الكوره ما يكونوش كتير يعني العدد بيكون قليل جدا لكن حسين مش بس صديق لا ده بجد اخويا واهلي يعني اهله هو اهلي ويعني بجد يعني في علاقه بينا كبيره جدا وحتى كمان يعني مراتي
صاحبه مراته جدا. يعني في جو اسريه بالظبط. يعني امي جد. كمان امي بتحبه جدا يعني معتبراه والله بجد معتبراه بتدعي له يعني زي ما بتدعي لي بجد والله العظيم. كان بيشتمنا يعني كابتن هاني قبل كده خلي بالك. لا بجد فعلا عايزه مصلحتكم كانت هتموته والله العظيم قبل كده قبل ما تعرفه. هي مش عارفه ان حسين انا وحسين واحنا صغيرين نعرف بعض يعني واحنا في منتخب شمال الصعيد. هو من المنيا وانا من بني سويف فكنا بنتقابل في تجمع بقى المنتخبات وكده. فكنا اصحاب فلما كبرنا بقى وهو بيلعب في الاهلي وانا بلعب في المقص اول سنه ليا اول ماتش بين الاهلي في كوره كده على الخط ضربني ورحت واقع خدت فاول فراح وهو بيرجع هو قاصد راح دايس على دماغي والله العظيم يا كابتن كان هيعورني بس يعني بس عشان حبيبي انا تقصد ولا ما تقصدش خلاص الموضوع عدى بس قول الحقيقه تقصد ولا ما تقصدش تكذب لا والله العظيم يا كابتن كنت اتردت على طول كنت هضربه في دماغي يعني لا مش للدرجه دي مش عادي مش هنسيء الظن يعني بس فأمي بقى طبعا يعني امي بقى انت عارف بتتفرج وشايفه ابنها بيتضرب قالت لي انا مسكت ودي هموته والله العظيم كابتن حسين وانت في المقصه كان كابتن احمد موجود ولا ما كانش لسه جه؟ لا ما كانش لسه جه ما كانش لسه جه بقى كان في سويس بعد كده لما انا رجعت النادي فهو كان جه بعدها على لكن هو الشيخ بتمنى له كل التوفيق الفتره الجايه وفي بطوله افريقيا ان شاء الله يبقى من نصيبنا يا رب وتبقى بطوله كده باذن الله اول بطوله تبقى في تاريخه بطوله القاره الافريقيه دي ان شاء الله يعني احنا باذن الله قدها وقريبين منها ان شاء الله جدا جدا إن والفريق ان شاء الله باذن الله مستر فايلر احنا واثقين ان شاء الله تبقى البطوله بتاعت الاهلي باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق ترجع علينا بالسلامه يا سحس ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمك حبيبي باذن الله كل سنه وانت طيب واسرتك طيبه يا حسين وان شاء الله ترجع بالف سلامه ان شاء الله بس ما شاء الله يعني القناه ما شاء الله حاجه جميله وحاجه تفرح والواحد فخور ان بيشوف حاجه جديده زي كده بالجمال ده والله تابعت الافتتاح ومنور الشاشه شفت كل حاجه والله بس ما شاء الله حاجه تفرح وحاجه بتليق بالنادي الاهلي طبعا والواحد فخور بالقناه زي دي بصراحه انت نورتنا وان شاء الله تشرفنا قريب جم كبار ان شاء الله لازم يجي ان شاء الله لازم تنورنا يا سحر في بيتك الكبير يا كابتن طبعا 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 واتمنى لك كل التوفيق يا رب كده تبقى نجاح طيب يا رب ان شاء الله شكرا لك يا كابتن كل سنه وانت طيب طيب ماشي يا ابو حميد وقفنا عند النادي الاهلي والرهبه وانت للاسف كان حظك وحش في الفتره الاولانيه وكان في بعض المشاكل اثرت عليك تغيير المدربين وبعدين تغيير المدربين عدد مشاركه قليله طلعت بعديها على طول على السعوديه كان لا رجعت المقص رجعت المقص عملت بقى اللي هو الريكورد الحمد لله 18 بقى بعد كده رجعت النادي الاهلي طبعا كان جاي لي بقى عروض يعني كتيره جدا وكبيره كنت جدا كنت حاسس ان الموضوع صعب لما رجعت تاني مصر المقاصه ان انا ارجع النادي الاهلي يعني لا فكره ان انت يعني لا طب كنت بالنسبه لي فعلا كنت حاسس ان يعني خلاص بقى الناس فيه هيبقى سبوت عليا الناس مستنيه بقى تشوف هل فعلا انت تستاهل ولا إن ولا انت مش مظلوم والكلام ده كله وفعلا المدربين اتغيرت عليك عندهم حق فدي طبعا كنت حاططها قدامي كده ان انا يعني قبل ما اثبت نفسي للناس لا اثبت نفسي ليا انا الاول ان انا اقدر بعد كده الناس هتشوف بقى فعلا اذا كنت استحق ان انا اكون موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي ولا لا والحمد لله ده اللي انا اشتغلت عليه ومع اول كنت من نجوم الدوري اول يوم بفضل الله الحمد لله يعني. واول يوم ليا الديل خلص يعني مع نادي مصر المقاصه في بداية الموسم طبعا احنا بنبقى في الفرق كلها بتستعد في معسكرات فكلمت طبعا كابتن ايهاب هو طبعا فاكر بقى ان انا مستني اخد اجازه اخد طبعا بنلحم المواسم مع بعض فبيبقى في فتره اجازه يعني فهو فاكر ان انا بكلمه عشان اطلب اجازه فبقول له يا كابتن انا عايز اتمرن والله بجد يا كابتن فهو حتى مش مصدق يعني هو بيقول لي لا اخد اجازه اسبوع وابقى تعال لنا على المعسكر قلت له يا كابتن انا بعد اذنك عايز اتمرن انا جاهز انا جاهز انا عنده تحدي واضح كان عنده تحدي وهدف عايز يبدا من اول ساعه الحمد لله انا اشتغلت عليه مع الكابتن اياب والجهاز الفني وهو بقى يعني عامل معايا حاجه يعني كبيره جدا بالنسبه لنا يعني هو
اتكلم معايا شال من عليا ضغوط كبيره جدا جدا جدا. كان بيقول لك ايه؟ تخيل يعني اول كلامه ليا قبل اول ماتش في الدوري كان قدام طنطا، انا فاكر اليوم ده بالظبط يعني. فقال لي انا مش محتاج منك ان انت تظهر بالشكل اللي كنت عليه، دي حاجه. الحاجه الثانيه مش محتاج منك انت تجيب جوان. فهو خلى ان خلاص الضغوط اللي انا بفكر فيها ان انا عايز انزل اثبت نفسي واجيب جوان ما تفكرش فيها ولا تركز معايا، ما تفكرش فيها خالص. وده فرق معايا بشكل مش طبيعي. انا نازل الماتش والله بجد يعني في دماغي ان انا اظهر بشكل كويس مع زمايلي اللي في الملعب ونكسب، ده اهم حاجه. ولما والمكسب كمان بيخلي الشكل العام للعيبه كلها كويس. فاول ماتش ده الحمد لله جايب جون وعامل جون وعملت ماتش مش طبيعي. اول اربع ماتشات جايب 6 جوال ما شاء الله وعامل 4 اهداف اسيست. فالكابتن ايهاب هو جاي لي بقى بعد كده قال لي ده اللي انا كنت عايزه منك. بس اكيد مش هطلبك بيه ان انت تعمله. يعني انت مستواك تعمل الحاجات دي كلها، بس انا مش هطلبك. لو انا طلبته منك يبقى انا بحطك تحت ضغط اكتر من الضغوط اللي عندك. ده حقيقي، مش هتعمل اي حاجه. ده طبعا مهم جدا يا احمد. وانا اعتقد في لعيبه يعني بتاخد الكلام ده معاها الملعب ودور المدرب ان يشيل الكلام ده. يعني بالزبط. انا على سبيل المثال من خلال رؤيتي كواحد يعني كنت يعني مدرب وشايف كبير. شايف كبيره كابتن. لا ربنا يخليك. كنت شايف حسين شحات لما رجع النادي الاهلي شايل الحته دي على اكتافه شويه. دي حقيقه ان هو الناس بتتكلم حسين بمبلغ فلان فبدا يشيل الجزء ده على اكتافه ونازل الملعب. دي حقيقة. وبدا الدنيا حاسس خدت معاه فتره كمان. ده حقيقي. اتكلم معاك في النقطه دي. طبعا وانا اتكلمت معاه لان انا مريت بنفس الظروف يعني. لكن اصل احنا يا كابتن احنا بشر، فما تقنعنيش ان انت ما بتفكرش في الحاجات اللي حواليك. مستحيل يعني مستحيل. طالما بتسمع وطالما حصل مواقف اكيد خلاص انت حاططها في دماغك. ازاي بقى تقدر تخرجها؟ دي طبعا دي بقى مع الخبره، مع حد كبير يتكلم معاك بشكل مستمر. الحاجات دي مع الوقت طبعا كان حسين اتكلم معاك يعني كان شايل. قلت له اللي حصل معايا بالظبط. قلت له والحمد لله رب العالمين. والله العظيم بجد يا كابتن كنت من اسعد الناس لما حسين بدا الموضوع يمشي معاه بشكل كويس ويبدا بقى يجيب اهداف ومستواه، مش بس الاهداف لا مستواه بدا يعني يرجع زي ما كان. على فكره يا احمد مش يرجع، هو كان زي ما بقول لك هو شايل ده على كتفه. والجماهير عنده كمان الجمهور عموما يعني في مصر يعني الجمهور عاطفي شويه، لما بيحبوا لعيب او بيستنوا مستنيين بقى منه ان هو بجد يعني لازم يعمل كل حاجه. الناس طبعا الناس الجمهور مش هيفهموا او مش هيتقبلوا ان لا في ضغوط. حسين برده جايب رقم كبير زي ما الناس بتقول. مستني هو عايز يعمل حاجه، جايبينه عشان طبعا يساعد اللعيبه في ان احنا ناخد افريقيا. فكل دي طبعا ضغوط كبيره وامال برضو عند والجمهور برضو في اول معذور يعني، هو جايبين لعيب كبير عشان خاطر. لا بس والله يا احمد عارف الجماهير بدات تفهم شويه. انا كنت مبسوط بجد والله فعلا في ناس من الجمهور لا احنا معاك يا حسين احنا بندعمك هترجع احسن من الاول. وبجد انا الجمهور من النوعيه دي انا بحبهم جدا. يعني انا طبعا انا ما بزعلش من حد يعني. انا شخصيا حتى لما في جمهور بينتقدني انا والله ما بزعل منه. طول ما الانتقاد ده او النقد ده في الكوره بس انا ما بزعلش. لكن النقد ان هو يوصل بقى حياتي الشخصيه اموري انا حاجه تفاصيل لا انا ما بحبوش بالظبط. ما اسمحش لاي حد لان لو في الاخر انت مش احسن مني. انا تعبت وشقيت وربنا يعلم بالواحد كان اللي بيحصل له عشان اوصل اللي انا فيه ده. بس لكن طبعا الجمهور ليه حق كبير جدا ان هو ينتقد اللعيبه كلها. فيش حد فيش لعيب في الدنيا كلها فوق النقد. يعني اعظم لعيبه في العالم الجمهور بينتقدوه. فده طبيعي وده دي ضريبه ان انت موجود في نادي كبير زي النادي الاهلي بجمهور كبير جدا وانت مفتقد الجماهير ديت في الملعب دلوقتي. يعني رغم انه بيكون في ضغوط على اللعيب لكن بتلعبوا ماتشات بدون جماهير واعتقد بتبقى بنحس الماتشات وديه اصلا. يعني احنا دي حقيقه بجد الجمهور ده بيفرق مش طبيعي بجد. يعني اقرب مثال مثلا ماتش سان داونز اللي كان هنا كان هنا في مصر. لا بجد يا كابتن احنا نازلين داخلين الملعب مش الجمهور مش طبيعي والله العظيم بجد. مقفل الاستاد
اللعيبه بتاع سان داونز اصلا رايحين يتصوروا مع الجمهور مش مصدقين مش يعني مش مستوعبين ان في جمهور كده بجد. هو جمهور فما بالك بقى ان الجمهور ده موجود كل ماتش. حقيقي فده اللي كان بيفرق كمان تشجيعه مع بيفرق. الاجيال احنا قلنا الكلام ده يمكن امبارح ده اللي فرق مع مع الاجيال اللي قبل كده طبعا ده اللي فرق معاهم 100% يعني. انت احنا هنرجع نتكلم عن تجربتك مع الاتفاق السعودي بس انا عايزه الاول اعرف انت علاقتك باصحابك كويسه ولا عامله ازاي؟ الحمد لله الحمد لله لحد ما الى حد ما هنعرف هنعرف بقى الى حد ما ولا مش الى حد ما. اتفضل احمد حبيبي. منور الدنيا في ليله العيد ويعني اجمل حاجه في ليله العيد انك تكون موجود ضيف في قناه النادي الاهلي قناه نادينا العظيم اللي عامله حاله كبيره جدا في الشارع المصري بعد التطوير الكبير اللي حصل في القناه والافتتاح الرائع اللي مستمر على مدار بقاله اكتر من 3 او 4 ايام. يمكن عايز اقول لاحمد ان احنا مبسوطين جدا كاصدقاء الفتره دي لان الحمد لله ردود الافعال الشارع الرياضي كله على مستوى احمد اللي رجع بيه بعد التوقف ردود افعال طيبه جدا. كل سنه وانتم طيبين. مبروك قناه الاهلي دايما من نجاح لنجاح. احمد انت اكتر من اخ الصراحه. ربنا يكرمك دايما. انا شايفك الفتره اللي فاتت دي انت كنت قافل على نفسك جدا ومركز جدا جدا. ربنا يكرمك دايما ويوفقك ويبعد عنك اي اصابات. كابتن احمد الشيخ مساء الفل عليك. انا بس عايز اوصل لك رساله. انت لعيب محترم. انا تعاملت معاك من حوالي سنتين قابلتك في النادي. انت من اللعيبه الاخلاق عاليه جدا اللي انا تعاملت معاها على المستوى الشخصي وبحبك جدا. انت عليك مسؤوليه كبيره جدا في النادي الاهلي. تيشيرت الاهلي مش سهل بس انت قدها وقدود. كابتن احمد الشيخ ربنا يوفقك ربنا يكرمك. أحسن مهاجم مصر أخونا حبيب قلبي. كل سنة وأنت طيب يا شيخ. مستنيينك تكسر الدنيا في الأهلي الموسم الجاي. وخف على الناس في الفيفا شوية يا شيخ. كابتن هاني حبيبي. حبيبي. إيه رأيك في الكلام ده؟ لا دول حبايبي. أنتوا جايبين ناس حبايبي. أنا خفت والله من سؤالك. لا طبعا يعني دول من اقرب الناس ليا اصدقائي. انا بحبهم جدا وبشكرهم طبعا على كلامهم الجميل ده. وامح كان عايز يخش تاني النهارده معانا. امح ده حبيبي. لا حاجه جميله بصراحه. شخصيه جميله وشخصيه بحبها جدا وهو يعني ابيض خالص. وخلي بالك انا عارف ان دعواته يعني وانتوا بتحبوا دايما مستجابه وهو معظم لعبة الكرة حتى اللعبة كلها فعلا بتحبه يعني. طيب أحمد الملف الاحترافي شوية وانت طلعت الاتفاق السعودي طلعت تقريبا إعارة 6 شهور. كلمنا برضو عن التجربة ديت وانت كنت شايفها ازاي؟ الحمد لله طبعا كانت تجربة ناجحة جدا بالنسبة لي يعني. كنت رايح في وسط الموسم وكان الاتفاق بيمر فتره صعبه جدا. نادي الاتفاق طبعا نادي كبير طبعا. لكن كان الفتره دي بيمر فتره صعبه ان هو كان مركز ال 12 ده كان الرابع من تحت وموقف صعب جدا وكان وقتها خلاص الدور اول خلص والدور الثاني لازم يعني عدد ماتشات معين كبير كمان يعني كان تقريبا 12 ماتش لازم يكسبوا تقريبا 8 او 9. انت رحت مع بدايه الدور الثاني. انا رحت مع بدايه الدور الثاني في شهر 1. فطبعا موقف صعب وانا اول تجربه ليا كاحتراف في السعوديه. فطبعا يعني اتمنيت من ربنا ان هو يوفقني في المرحله دي هتكون صعبه جدا بالنسبه لي لازم انجح فيها ولازم كمان نجاحي هيكون من خلال النادي ان هو يقعد في الدوري السعودي يقعد بشكل كويس. والحمد لله اللي حصل يعني اول ماتشات لينا بفضل الله يعني اول ماتش ليا قدرت ان انا اجيب هدف الفوز والحمد لله دايماً يعني البدايه بجول دي بتفرق جدا. هي دي اللي بتتعلم مع الناس. فالحمد لله مشينا بشكل كويس جدا كسبنا 7 ماتشات ورا بعض ما شاء الله ادينا بشكل يعني الناس ما كانتش مصدقه بس طبعا مع مجلس الاداره بصراحه دعم لعيبه كويسه جدا يعني كان معايا فخر الدين برازيلي لا كان معانا فخر الدين بن يوسف رحنا 3 لعيبه وحسين السيد جالنا في الاخر جالنا في شهر 1 بس في اخر يعني بعد 3-4 ماتشات لعبناه. كان معانا فخر الدين التونسي وكان معانا رئيس مبولحي اللي هو الحارس الجزائري الدولي وكان معانا لاعب تاني برضو لاتيني
دعمته شويه يعني بشكل كويس بالظبط. كان في تدعيم كبير جدا والحمد لله مع اللعيبه كمان، اللعيبه مميزه جدا، بس كان في سوء توفيق طبعا ده اللي كان ملازمهم. لكن الحمد لله قدرنا ان احنا نعدي الفتره دي وظهرنا بشكل كويس. لعبنا فرق كبيره كمان، لعبنا فرق كبيره، احنا كسبنا الهلال. الهلال هناك عامل زي الاهلي كده هنا. طبعا ما بيتغلبش هناك. فالحمد لله عملنا ماتش كبير جدا معاه، وكمان الماتش ده بالنسبه لي مش هقدر انساه. يعني عملت ماتش عمري، يعني الماتش ده كل فتره بتفرج عليه 90 دقيقه ما بزهقش منها. يعني في ماتشات كده بتحس ان بتعمل فيها كل حاجه. بالظبط والله يا يعني كابتن، وعملت فعلا كل حاجه الحمد لله، وقدرت ان انا يعني الجول الفوز ده انا عملته الحمد لله، عملت صنعته للكويكبي. كسبته كام؟ كسبنا 2-1 الحمد لله في ملعب كنا هنضيع منهم الدوري. والله وكان اخر ماتشين، يعني كان ماتش احنا الماتش اللي قبل الاخير مع الهلال. أوكي. لو كسب خلاص خد الدوري، ضمن الدوري. ضمن الدوري قبل نهايته باسبوع. اوكي. والاهلي كان هو اللي بينافس معاه، كان نفس النقط، عدد النقط زي بعض. طبعا احنا كسبنا الهلال كسبنا الهلال والاهلي كسب او تعادل مش فاكر يعني، بس النقط قربوا من بعض جدا يعني. اوكي. فالموقف كان صعب جدا بالنسبه لجمهور الهلال طبعا، والحمد لله يعني. بس كانت فترة يعني مهمة وصعبة جدا. طبعا احنا مفنشين يعني، احنا نهينا الدوري مركز رابع. ودي حاجة كويسة جدا ان احنا كنا فين وبقينا فين. كانوا هيلعبوا اسيا، بس لو كان فريق من الاربعة التوب خد الكاس يعني، هناك النظام اول وتاني بيلعبوا على طول اسيا على طول، والتالت بيبقى معاهم. لو حد منهم واخد الكاس بالظبط، لو حد منهم واخد الكاس الرابع هو اللي بيدخل على طول دايركت. للاسف ما فيش حد منهم خد الكاس، فرقه الفيصلي على ما اعتقد او الاتحاد مش فاكر يعني مين اللي خد الكاس بالظبط. فللاسف يعني ما قدرناش ان احنا نشارك في اسيا يعني. طيب احمد الشيخ علاقته ايه بفايلر؟ علاقته ايه بالجهاز الفني المعاون؟ هنعرف ده بعد الفصل. رجعنا مع حضراتكم، مرحبين بيك يا ابو حميد. حبيبي يا كابتن، معلش سهرناك احنا عارفين. حبيبي، لكن منورنا ومنور بيتك، البيت الكبير. احمد، مريت بحاجات كتير قوي يعني، مريت انت بتجارب كتيره جدا جدا من وانت صغير لغايه انتقالات لغايه الاتفاق السعودي ورجعت بيتك تاني بيت النادي الاهلي. الفتره دي شايفها ازاي؟ الفتره القريبه دي تعاملك مع فايلر ازاي، مع الجهاز المعاون؟ انت قلت لي طبعا مع اللعيبه على اعلى مستوى ما فيش مشكله، لكن فايلر معاك ازاي ومع بقيه اللعيبه كمان ازاي؟ يعني ده مهم قوي. هو كل مرحله الواحد بيخوض فيها لازم يتعلم منها، اذا كانت بالايجاب او لا قدر الله بالسلب، لازم الواحد بيتعلم من اي حاجه بيعيش فيها. وده الحمد لله ان انا بقدر ان انا يعني تأقلم نفسك. اتأقلم نفسي واتعلم من اخطائي، اشوف ايه السلبيات والكلام ده كله، واحاول اشتغل عليها كلاعب الكره. مهم جدا التفاصيل دي. وبالنسبه برضو لموضوع التفاصيل، مستر فايرا ما بيسيبش اي تفاصيل صغيره. يعني كل تفصيله صغيره بيدقق فيها. وفعلا بجد يعني التفاصيل الصغيره دي بتفرق جدا مع لعيبه الكوره عموما، وده اللي كان برضو بيتكلم فيها الكابتن ايهاب جلال. التفاصيل الصغيره دي مهمه جدا طبعا. حتى في الماتشات الوديه يا احمد يعني بيحصل في التمرين، مش في التمرين يعني. في حاجات ممكن بنعملها يعني، مثلا ميعاد التمرين. هو الراجل مثلا بيتكلم ان لازم ميعاد التمرين يكون في ميعاد الماتش، وده اللي كابتن ايهاب كان بيعمله برضو سبحان الله يعني. نفس عشان تاخد احساسك والجسم يتعود على نفسك الجسم، لان طبعا يعني النهارده 9:30 يعني 9:30 لو هنلعب مثلا الماتش ده الساعه 9 يبقى الاسبوع كله بنتمرن الساعه 9 ما ناكلش في ميعاد الماتش. بنصحى بدري يعني، مثلا لو هنفطر الساعه 10 لازم نصحى. كل لعيبه كبار ولعيبه محترفه، فاكيد كل لاعب فاهمين طبعا بالظبط فاهم هو بيعمل ايه. فطبعا الحاجات دي مهمه جدا وبتفرق جدا فعلا يعني، خاصه احنا عمل معانا كده لما رحنا سان داونز. الماتشين اللي احنا لعبناهم دول، رحنا قبل تاني ماتش، رحنا قبلها باسبوع تقريبا او بخمس ست ايام يعني.
فرق معانا جدا دي حقيقه. هو عكس الماتش الاولاني عيشوا بالظبط يوم الماتش هيحصل ايه وبدا يعيشوا نفس النظام بالظبط، الجو الحر الرطوبه امتى الاكل امتى النوم بالظبط الحاجات دي على اساس تبقى يوم الماتش مستعد مستعد بشكل كبير يعني. في الحقيقه طبعا بيكون في نسبه ملل لان طبعا انت عارف يا كابتن في افريقيا طبيعي. الوضع بيبقى طبيعي. في رطوبة عالية، مفيش أصلا أكسجين، الحاجات دي كلها الأكل الكلام ده كله طبعا بيكون فيه يعني متغيرات كتيرة، لكن طبعا احنا في الأول في الآخر لعيبة محترفة ولازم هنرضى بالواقع ولازم احنا جايين لهدف، والحمد لله يعني قدرنا في الفترة اللي احنا قعدنا فيها في جنوب أفريقيا استفدنا من لحد يوم الماتش. احنا الحمد لله بنلعب كاننا يعني عايشين في البلد دي بقالنا كتير يعني، والحمد لله ادينا ماتش كبير جدا وصعدنا. لعبتوا ماتشين يعني ماتشات الوديه ان الاهلي لعبتوا مع سموحه لعبنا ولعبتوا مع الجونه انت شاركت طبعا في الماتشين واحرزت اعتقد هدف. لا ما احرزتش، بس عملت يعني عملت اسيست. في ماتش تالت جاي كنا سامعين يعني كنت سامع ان ممكن لحد دلوقتي لسه يعني لحد دلوقتي ما مش عارفين ممكن البرنامج هيكون ايه بعد العيد. أوكي. احنا واخدين اجازه يومين وهنرجع ان شاء الله نشتغل تالت يوم العيد وهنشوف بقى اذا كان في هل ممكن هيكون في ماتش قبل ماتش الدوري، لان ماتش الدوري يوم 9 يوم 9 مع ايمبي بس العدد التنازلي بالظبط، فما مش عارف يعني على ما اعتقد هنعرف بقى لما نرجع اذا كان في ممكن ماتش ودي بقى الوقت ممكن الوقت يبقى ضيق بالظبط يعني احنا نرجع يوم 2 او يوم 3 فهيبقى في ناقص باقي باقي 6 ايام ولا 5 ايام ما اعتقدش ممكن هو لانه بيحب لانه بيحب كمان يبقى في فتره يقدر يشتغل فيها بالظبط يشتغل فيها وبيحب الحاجات اللي زي كده. بس انتوا عملتوا ماتشين وديين مهمين يعني طبعا في كل الاحوال، وبعدين يعني خلاص احنا بنستعد اليوم 9 مع انبي. انا عايزاك تقول الو تاني اختبار تاني لا مش اختبار قوي، دي سهله جدا بالنسبه لك. والله اتمنى. الو الو ايوه حبيبي اسلام اخويا صح اسلام يا لومة حبيبي يا لوم. طبعا في البدايه احب امسي على حضراتكم واقول لكم انكم طيبين وانت طيب يا رب. طيب يا سلام. وابارك لكم طبعا على القناه الرائعه دلوقتي. الله يبارك فيك. رائعه جدا بجد، فحاجه فخمه جدا. حبيبي يا احمد منور. حبيبي يا لوم نورنا يا حبيبي. كل استعانه وانت طيب يا اسلام و طيب يا كابتن احمد ويا شقيق حبيبي. شقيقك اصغر مني بسنتين. سنتين بيلعب كوره؟ كان بيلعب كوره بس طبعا جات له اصابه. بيلعب فين؟ في رجله. كان في تليفونات بني سويف برضه. احنا محتلين اوكي التليفونات. يعني ده يعني حتى برضه عندي اخويا مصطفى وعندي برضه اخويا عبد الله بيلعب كوره، فكلهم ان شاء الله تليفونات بني سويف. طب يعني ان شاء الله برضه نفس مشوارك كده بس يعني بالظبط يبقى اسرع شويه ان شاء الله. يا رب يكونوا احسن مني ان شاء الله. لا ربنا يكرمك يا رب. فوقكم كلكم يا رب. احمد هادي كده يا اسلام وصوته واطي كده في البيت ايه؟ احمد دي هادي جدا يعني هو متخيل. لا هو هادي جدا وما بيتكلمش كتير وقريب مننا جدا بقى يعني. عايز اقول لك اصلا يعني احمد قريب مني جدا وبيحكي لي على كل حاجه فبجد لا وانا مبسوط منه الفتره دي بجد. شفت الماتشين اصلا الاخرين والديتين دول كان عامل متالق جدا فانا بتمنى طبعا ان هو يستمر زي ما هو كده ان شاء الله. والقصه الجديده عامله شغل بس حمدي المرغني احلى برضه طبعا هما الاثنين اخوات بقى لا نيو لوك هايل. نتمنى لك طبعا التوفيق وكنا نتمنى تبقى لعيب كوره لكن الاصابه لكن واضح ان الاسره ان شاء الله في جاي في كذا احمد الشيخ جاي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. ربنا يوفقكم كلكم يا رب يا اسلام. شكرا ليك وكل سنه وانت طيب. فاضل دقيقتين. طيب الدقيقتين دول تحب تقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ جماهير النادي الاهلي حابه تسمع منك حاجه يعني. قال لهم طبعا الاول كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم بخير يا رب، وبتمنى طبعا ان هم يكونوا يعني كالعاده زي ما بيدعموا النادي ويدعموا اللعيبه ان هم يكونوا على طول في ظهر اللعيبه. الفتره اللي احنا داخلين عليها دي ان شاء الله تكون فتره صعبه ومهمه جدا في النادي، واتمنى ان هم يكونوا في ظهرنا ويساندوا اللعيبه كلها
وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم ونفرحهم باذن الله ببطوله افريقيا الغاليه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. وهم كمان مستنيين الكتير منك يا احمد، لانك عارف لو مش لعيب بروميسنج او مش لعيب موهوب، عندنا للاسف الموهبه قليله شويه، انت من اللعيبه الموهوبه وكمان الجماهير مستنيه. عارفه احمد الشيخ لما يكون في حالته الكويسه، عارفه احمد الشيخ لما بيكون جعان، عارفه الكلام ده، فمنتظرين منك دوت وعارفين انك على ان شاء الله على قدر المسؤوليه. احمد الشيخ ينزل في الدقيقه 50 ان شاء الله، ربنا هيكرمه، يبدا من اول ماتش ربنا هيكرمه، ينزل في الدقيقه 90 ربنا هيكرمه، فده اللي تشتغل عليه وده اللي منتظره جماهير النادي الاهلي منك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تحت امر جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. نورت بيتك الكبير، ربنا يخليك وربنا يكرمك. مبسوط جدا والله ان انا كنت موجود معاكم النهارده، واتمنى ان الحلقه تعجب الناس كلها كالعاده، يعني كل يوم ما شاء الله حلقه احسن من اللي قبلها، وبتمنى لكم التوفيق وبتمنى لأسرة القناة التوفيق إن شاء الله. شكرا لك يا كابتن. شكرا لك. شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. مشاهدينا كل سنة وانتم طيبين، وليلة العيد ليلة سعيدة يا رب علينا كلنا. أفتكر إنه في صلاة عيد، يعني هنصلي العيد بقى المرة دي وهنذبح، وإن شاء الله يكون يا رب يعدي علينا بسلام وأمان، ودايما مصر في سلام وأمان. كل سنة وانتم طيبين يا رب. اتفضل.